ان شاء الله هنبتدي المحاضره النهارده، هحاول اخلص المسابقه باذن الله. ان في حد بعت لي رساله انا اخلص امتى، هو احنا المسابقه بياخد محاضرتين، استنى بتاخد محاضره، اللي فاتوا بياخد على الاقل محاضرتين، اللي في تيست بتاخد محاضرتين، المركب اللي كان هناك بياخد محاضره. ال جي اي تي يعني احنا بنتكلم في حوالي 7 8 محاضرات، وبعد كده بياخد المحاضره اهو ده بيتكلم في 9 إلى 10 محاضرات ماكسيموم، خلص الجي ار تي والكمبيوتر. اللي عايز نكمل بعد كده نكمل جاس، نكمل بصرة، نكمل برايم، نكمل وات ايفر اللي انتوا عايزينه. بس زي ما اتفقنا من اول ما بنتكلم ان احنا عايزين نخلص الجي ار تي كويس ونطلع فاهمينها وحافظينها، لان دي الكور بتاع الجراحه. هنكمل النهارده، احنا خدنا المره اللي فاتت كل ما يخص الاستراتيجيه الانرجسيس، احنا هنبتدي نتكلم النهارده على الريسك او الاستراتيجيه الديسكوردرز، هنبتدي الكلام على الميتيليتي ديسكوردرز. There are several ميتيليتي ديسكوردرز 7 أو 8، اللي عليك انت تضمن البكالوريوس الاكاليزيا بس، والاكاليزيا حتى كمان انواع ايه اللي عليك تبتدي تقراها. انا مش عايز منك تقرا ولا تعرف اكتر من كده. الاكاليزيا اذا ميتيليتي ديسكوردر، هو في ميتيليتي ديسكوردرز تاني بتيجي في الجاسترو بلس الاسلايد تراك. زي ما انت شايف في سلايد مليان اهو، ايه الحاجات اللي ممكن تافكت الاسوفجس كمونتيليتي ديس اوردر غير الاكتليزيا؟ في حاجات ممكن تاثر على الابر سفنكتر، والابر سفنكتر كان ايه؟ سترييتد، يعني يجي له ايه؟ النيورولوجيكال ديس اوردرز اوف سترييتد ديزيزز زي المايتوميا ديستروفي، زي الباركنسونيزم، زي ما بتاثر على المسلز بتاعت الايد تاثر على الابر سفير. فكل النيورولوجيكال ديس اوردرز بتاعت الاسترايتد سكيلتال مسلز ممكن تاثر على الابر، عشان كده ده بيسموه بامبر بولسي، لان العام ما بيعرفش يبلع جزء من المانيفستيشن بتاعت النيورولوجيكال ديس اوردرز. خلاص؟ طيب بالنسبه للدور سفير، اتس بيرلي سموث مسل، واهم تو ديس اوردرز الموتيليتي في اللور حاجتين متعارضتين، الاكاليزيا والريفلكس. ايه؟ الريفلكس از الموتيليتي ديسوردر. خلاص؟ زي ما هنعرف النهارده ان اهم درس في الجراحه الريفلكس، لان 20 مليون مصري عندهم ريفلكس. ده اكتر ديزيز بريفلنت في الجراحه، ما اعرفش الله قد ايه، انما في 20% من البوبيليشن عندهم دول اكتر من ديلي دي سكولز المصري والدورسين. فتبقى بودي، البودي بيجي فيه حاجات كتيره قوي، بيجي فيه اوتو اميون دي سكولز واشهرهم السكلوجرمي، واللي بعده حاجه اسمها اكزوفيليك اوستوفاجايتس. الحاجات دي قليله كده بالنسبه لكم، مش مهمه قوي. حاجات ممكن تعمل موديل الديسكوردر في البودي حقيقه ما تخصكوش، كوركس كرو والكراكر والهايبر تنسل الكلام ده مش عارف. خلاص؟ من الاخر كده الموديل ديسكوردر الاثنين في الجراحه هم دول الاكاليزيا والريفلكس، نعرفهم باي هارت. هم ايه الاساس الاستروجين بتدي؟ ايه النورمال بتدي؟ النورمال بتدي موجوده في البودي وموجوده في اللورس. البودي المفروض انت لما بتاكل بيحصل لك حاجه اسمها برايمري ريسبونس، برايمري كريستالتيك ريسبونس. لما بتاكل بيحصل ايه؟ اول ما بتخش اللقمه تعدي من الابر سفنكتر يبتدي يحصل كريستالتيك ويف، تعدي البريشر جوه الاسوفاجس لازم يعلى فوق 30 ملي جرام. اقل من كده يبقى ضعيف، واقل من كده ما يوصلش للبوكس. عشان كده الكلمه اللي بنقولها انت لو واقف على دماغك وبتاكل حاجه الاكل هيطلع ضد الجرافيتي، لان في بريشرايزيشن في الاسوفاجس اعلى من 30 ملي مركي، هيزق الاكل هيزق. خلاص؟ يبقى ده نورمال بالنسبه للدي. طب بالنسبه للور سفنكتر، اللور سفنكتر وظيفته معكوسه، وظيفته بيبقى قافل. فوظيفته مع السوالوينج انه يعمل ريلاكسيشن ان ريسبونس تو بودي بريستاتس، هو وظيفته يعمل ريلاكسيشن. يبقى البودي لما بيبقى تونيك السفنكتر يبقى هايبر تونيك، سوري هايبر تونيك، يبقى ريلاكس. لما
ده يكون تراك ده ريلاكس، والا لو ده هيكون تراك وده هيكون تراك تبقى خناقه خلاص. فلازم السفنكتر والنون سفنكتر يعمل ريلاكس. طيب النورمال بريشر في النون سفنكتر قد ايه؟ من 15 ل 45. فاذا لازم البريشر يوطى خالص خالص يبقى اقل من اقل ليفل في النورمال اللي هو اقل من 15، بيفتح ويوصل حتى النورمال ل 6 ل 8 علشان يقدر يعدي يبقى فوق بيبقى بيوصل لحاجه عاليه، تحت بيبقى حاجه عاليه. ممكن فوق يوصل ل 140 كمان نورمال، واللي تحت يوصل لاقل من 8. تخيل الفرق، واحد بيقرب على 140 والتاني على 8، فلازم طبعا الاكله تتعب. يبقى البريستاسيس بتبتدي من البودي، البريشر بيوصل ل 30، الريسبونس بتاع السفنكتر بيبقى ريلاكسيشن. طيب وات از اكاليزيا؟ اكاليزيا ايه باللاتيني يعني نون؟ كاليزيا يعني ريلاكسيشن، يعني نون ريلاكسيشن. لما بنقول كلمه ايه كاليزيا مقصود اوف ذا كارديك. وات از ذا كارديك؟ از بالون جاستريك جانكشن. So, failure of relaxation of the cardiac will produce a disease. سببه ايه؟ قعدنا نضرب اخباس في اسباس لحد ما اكتشفنا في النهايه ان ده ديزيز اخر هيرش سبرانج. It is due to ganglionic disorder. It's a nervous disease. للفيجال فايبرز والجانجليا اللي موجوده انترا نيورال. الجانجليا دي موجوده في المصل وموجوده في السب ميوكس. ليز احنا بنتكلمنا الماسكولار جانجليا. بيبقوا هايبو جانجليونيك او ايفن اي جانجليونيك. فيحصل ايه؟ الاصابه بس تتلخبط. الاثنين البودي والاسفنكتر. اوعى تغلطوا الغلطه المشهوره بتاعت ان الاكاليزيا از ديزيز اوف ذا كارديو. ات از ديزيز اوف ذا اسوفوس. يعني في كل عيان اكاليزيا البودي ابنورمال واللغه السفنكتر. فلما تكومنت في الاكاليزيا لازم تكومنت على الاثنين. مال البودي هايبوموتايل هايبوكريستالتيك. مال السفنكتر هايبرتونيك سباستيك. خلاص يا بنات؟ يبقى الاثنين عملهم متعارض، فلما الجانب ما بتبقاش موجوده بيحصل ديستربنس للفانكشن. بالعكس البودي بيبقى هايبوتونيك immobile when the sphincter بيبقى hypertonic there is lack of relaxation during essential of pathology. طيب العيان الحته اللي احنا بنفكر فيها اللي هي البودي وين lower sphincter. البودي بيحصل في ايه لما يبقى hypomotile hypotonic؟ هيبقى غريب زي ايه بالظبط؟ زي الفاريكوس فين لما بيحصل dilatation elongation and tortuosity الاسوفاجس. بيبقى البودي بيبقى dilated elongated tortuosity. يزيد المشكله ايه؟ ان البودي الهايبوموتايل تحتيه مين؟ spastic sphincter. فاتس ان element of obstruction. فالobstruction دايما بيبقى معاه ايه؟ proximal dilatation. واصلا هما ايه؟ hypomotile وhypotonic. فيبقى ال dilatation is enormous significant. خلاص زي الانتسابل ستراكشر، وزي اي انتسابل ستراكشر الحته الدايليتد بتريتين ايه؟ يس. فتبص تلاقي بوني دايليتد الونجيتد كورشوس ويز ايه؟ ليفل ليفل. خلاص الاير فيلم جاي من ايه؟ من هنا. انت كل يوم بتفرز 500 سنتي مينيموم سرايبر 800 يروحوا فين؟ مش عارفين يعملوا. خلاص بيبقى ريتيني الصرف مش كده وبس، كل ما تاكل كل ما بتشرب حبه بيعدوا وحبه ما بيعدوش، بيبقى السلايفا والريتين فود انتيك بيعملوا الف نجاح. النقطه اللي بعد كده وات اباوت ذا سفنكتر؟ There will be in every single case of achalasia a distant part coinciding مع الليفل اوف ذا لور سبيكر. الديستال بارت ده نارو. الله الدنيا كلها دايليتد بس الحته دي بس اللي نارو. يبقى كاركترستيك النارو سيجمنت فين؟ ديستال. يبقى ما تشخصش اكاليزيا الا لو النارو سيجمنت كانت ديستال واحد. دي كاركترستيك. طب لما لقيت واحد عنده
دايليتد اوسفاجس والحته الاستينوتيك في الميد اوسفاجس دول في الكلاس يبقى حاجه ثانيه في الاوستيوكروس تاتس كده. يبقى لما انا واحد ديست دول الاثنين شوط لان باي ديفينيشن النومال سفنكتر اللي حوالي 3 سم ما تجيش لحد 10 سم بتقول لي ديست ديست لا لا هي شورت سن يبقى هي ديستال وشورت. النمره اللي بعدها ايزي تيميكوزا ديزيز اور ماسكولار ديسوردر مصر. طب الميكوزا هتبقى ايه؟ نورمال هتبقى سموز النورمال يبقى الميكوزا از نورمال. اخر حاجه اليوم هيبقى ديسوردر ولا هيبقى نورمال؟ هيبقى سنترال هيبقى سنترال لان ده مش تيومر زائد مش ستريكشر عامل فايبروزس. يبقى انا عندي اربعه كرايتيريا للاستنوس سيجنال انها ديستال انها شور ان الميكوزا انتكت نورمال والميومن سنترال. الاربعه كرايتيريا دول بيميزوا الكتابيزا خلاص. لا طيب تعالوا نشوف العنه الشريك ايه. ارجوكم ركزوا لان الشكوى بتاعته كاركترستيك. كنا زمان فاكرين الاكليزيا ده مرض كبار السن. كلام فارغ. ده بيجي في اي سن. احنا شفنا عينين 15 سنه. رجاله وستات. خلاص؟ يبقى الاكليزيا كان افيكت اني ايج جروب. كان افيكت اني سكس. تخين ورفيع ست وراجل صغير والبيت كله. تمام. It's a neurological disorder. Nerve degeneration. Ganglia absent. طيب. ايه اللي بيخلي الجانجليا absent؟ الحقيقه التكنولوجي مش واضح ولكن وصلوا This is a autoimmune disorder. في ناس قالت التريبسوما كروزي ممكن تبقى involved كانفكشن والتريبسوما كروزي اللي هي تشاجرز ديزيز بتعمل نيرف انفلاميشن ونيرف ديجنريشن. فهم دول اكتر نظريتين في اسباب. طيب عايز نشتري بايه؟ ديسفيجيا. بس الديسفيجيا دي كاركترستيك نمرة واحد it is insidious very slow onset. نمرة اتنين it is intermittent. انا النهارده كويس بكره وحش اقعد لي اسبوع كويس وعندي يومين وحش، وحش يعني ايه بيستجيب؟ هو لو العيان عنده كانسر هيبقى كده؟ لا ده كورس بيسموه ريلينتلس ما بيزهقش. لازم بروجريسيف، لكن عن الاكاليزيا ده نرفز بسكوب، النهارده سباستيك وبكره مش سباستيك. ودي كاركترستيك للاكاليزيا. الانصت بتاعه فيري انسينوس ان الكورس بتاعه انترميتنت. مش حاجه ثابته. طب واخبارنا ايه؟ اه معظم العينين دي بتشتري لك اصل انا بقالي 10 سنين في الموال ده. اوه فيري سلولي بروجريسيف. فيري ايه الحكايه؟ الاكاليستيك سيجمنت اللي تحت اللي هي فيها فينيل اوف ريلاكسيشن هي والبودي اوف ذا اوسوفاجس بيعاملوا بعض. البودي عايز يزق وهو ضعيف. والسفنكتر مش راضي يفتح وهو قوي. عارفين اللي بيلعبوا ريست؟ هو بيعمل ايه؟ ده بيعمل كده شويه؟ ده بيعمل كده شويه؟ بيعمل كده شويه؟ كده. على حسب مين اللي هيغلب الدنيا هتمشي. اللي هو البودي قادر اللي عم بلع بقينا حلوين. لو السفنكتر هو اللي قادر اللي عم بلعش بقينا ماشيين. فعشان كده الكورس انترميتنت وسلولي بروجريسيف لحد ما العيان يحصل له فيلير الضباني البودي يموت خالص. مفهوش موديلتي كاربس يبتدي العام يجيلك ويدور على العلاج. فده فيري ليت برزنتيشن وده كاركتر لل ديسفيجيا اللي مع الاكاليزيا. شوف انا طولت ازاي في الكلينيكال برزنتيشن لان انا دي بس وانت قاعد كده على مكتبك او قبل ما تكون تكشف ده اكاليزيا ده كانسر. واحد جاي يشتكي بقى من 3 اشهر ومشيتي وكشفتي وضع تاني خالص حاجه فيري اجريسيف. طيب ايه تاني؟ مع الديسفيجيا دايما في ريدوش لان ده اوبستراكتيف ديزيز
يقعد ياكل 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 لحد ما الاصابه بتتملي على اخره يحصل اوفر فلو انكونتنس زي بتاع اليورين بلاند. يقعد ياكل ياكل يملى الباج الغليظ اللي تحت البودي دي وبعدين يحصل اوفر فلو مش فوميتنج من الاستومك في افورت كده بيطلع والبروجكتات لا في ده اوفر فلو انكونتنس اللي يسموه ريجيرش مش فومي ويرجع ايه فيري اوفنسيف ماتيريال اللي متحوشه بقالها ايام وشهور فيري اوفنسيف ماتيريال اللي بيفومت بيفومت الاكل اللي كان النهارده ولا امبارح لكن ده بيرجع اكل بقاله اسابيع ريتين في انيروبيك انفكشن. عشان كده كل علمانين الاكليزيا عندهم حاجه اسمها ريتنشن انسفيشنس. كل عيانين الاكاليزيا من الريتيند فيرمنتد فود بيبقى عندهم ريتنشن انسفيشنس. عشان كده بيشتكوا ساعات شكاوى زي بتاعه الهارت بيرن بتاع الريفلكس بالظبط. شوفوا الخريطه من الريتنشن انسفيشنس تمام. طب العيان ده هنعمل له ايه؟ الانفستيجيشنز بتاعه الاكسوبروس زيها زي اي اورجان فيه نيومن اندوسكوبي وكونتراست ستادي دول الاساسيات. طب و ماشي عندنا تو اذر سبيشال انفستيجيشنز في الاسوبروس الموديلتي اوف بي اتش متر. هنا هحتاج مين؟ ده موديلتي ديسوردر فهحتاج موديلتي ستادي. طيب تعالوا نشوف واحده واحده كده العيان ده ممكن يبريزنت. ده اول برزنتيشن للعيان بتاعه ده فيري ايرلي وعاده بيبقى مسد الفيس ده. نيجي نعمل عين كونتراست نلاقي المنظر ده. ايه المنظر ده؟ الضاي ماليه الاكسون بس من اوله لاخره. ده مش نورمال يا جماعه لان انت لما بتبلع خاصه الفلويد الفلويد بيعدي بسرعه جدا في الاكسون بس من لسه 3 تو 4 سكندز بيعدي بسرعه جدا. العيان شرب الضاي وحط الدكتور حطه على جهاز الاشعه وخد الصوره وصور وحمض وبص خد وقت طويل قوي وكل ده والضاي لسه في الاسوفاجس. ده بيسموه ايه؟ بليد انتي. لما تلاقي الاسوفاجس مليان كله في نفس الوقت ده مش صح لان الاسوفاجس في بلاستاتس هتزق على طول وسريعه جدا. فلما تلاقي الاسوفاجس الضاي مليان من اوله لاخره لازم بليد ده الفيري ايرلي ما بنشوفش واللي يشوفه مش هيفهم مش هيقدر. امال ايه اللي بنشوفه؟ ده الليت. ايه الكاركتر بتاع الده؟ الكاركتر بتاع الده من فضلك الفيري باور من فضلك الفيري باور. الكاركتر بتاع ده ايه؟ ان الاسوفاجس از سيجنفكت ماجنتيك البودي واضح؟ تمام ده الاسترايك فيتشر. هتقول لي انت اس تي ايه؟ انت عينك مسطره يعني؟ بقول لك لا بص لو بصيت انت على الاسوفاجس بص على الاندرلاين فيرتبرا. الاندرلاين فيرتبرا يا ولاد عرضها 2 انش تقريبا الاسوفاجس عرضه 2 انش هو النورمال اسوفاجس كام؟ 1 انش السمول انتستين 1 انش والكولون 2 انش والاستومك مالهاش ماكس يبقى النورمال اسوفاجس 1 انش بقى 2 انش يبقى ده ليه؟ انت على الموقف. وايه كمان؟ في الفلويد دول الاسترايكنج فيتشرز. طيب احنا عندنا اربع حاجات لازم نعلق عليها في الاشعه. اول حاجه ان في ضيقه الاسوفاجس والاير فلويد ليفل يبقى ده اوستراكتد خلاص باي ديفينيشن دايلاتيشن وذ اير فلويد ليفل ادي واحد. النمره الثانيه انا ماشي مع الحته الضيقه لقيتها بتنتهي بحته مش دايليتد يبقى الباثولوجي في الحته دي. مش احنا دايما بنقول لما نخش على عيان الاستراب اكستراكشن بص على الجنكشن بين الدايليتد والنط دايليتد يبقى الباثولوجي في الحته دي. ماشي قارنهم الحته اللي مش دايليتد اهي يبقى المشكله عندي هنا اللي عامله ده اهي مالها دي ديستنت شور سنتر سموز انتكتيف كوزنت سنتر اللي الله 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 ريمبت يبقى دي تنزع كليزا. حاجه كمان لما يحصل اير فلويد ليفل هنا معناه ان الاير ده
trapped بين fluid retained ده. لما كل احنا قلنا ان السورس اوف اير في الانتستين 70-80% منه سوالك. لما تلاقي اير ترابد هنا يبقى ده معناه ايه؟ ترابد يعني اتمسك. لما اتمسك هنا ده معناه انه مش هيعدي للاستومك. فلو بصيت على الاستومك تلاقي ابسنت جاس بابل ان فانجس في الاستومك. ليه؟ لان الاير ترابد بالفلويد اللي ريتيند في الاسوفاجس. خلاص يا ولاد؟ يبقى بالترتيب كده الساينز من فوق لتحت. ايه الفلويد ده؟ بايليت الاسوفاجس كاركترستيك استيماتيك اريا اند ابسنت جاس اير بابل ان الاستومك فانجس. يبقى دول اربعه كرايتيريا في الراديولوجي اللي هم باثوجنومونيك للاكاليتي. خلاص كده؟ اشعه تكنيك زود مجهود شويه، البودي فيلينج شويه، المصل بقت مور اكونيك اند بايليتد. زي البادي بوزيتس كده بتبقى جريز، مش قلنا بايليتد الموجود الكونشس. بص المنظر هيبقى عامل ازاي؟ المور الشوزك اللي موجوده هيبقى ساجنج الاسوفاجس يعني بالعرض كده، يعمل زي الزاويه القايمه. ليه؟ بايليتد قوي وزي ما هو بايليتد بالعرض الموجود بالطول. الاسوفاجس مالوش ليه من سباب؟ الاسوفاجس ساري كده في الميتاستايم، فيقوم ايه لما يطول يقعد على الدفران فيعمل الزاويه دي. فعشان كده قال لك ده عامل زي الايه؟ البالوت او البيرد بيك ابيرس، عامل زي منقار في الطائر بتتقال عليها بيرد بيك او بالوت بيك. المنظر ده شوف المنظر ده عامل زي المنظر ده. يزيد شويه يزيد شويه بقى ايه؟ تورشوس سيربنتاين. فاكرين الفاريكوس اللي موجود عامله زي التعبان ململوه؟ اهي سيربنتاين او سيربنتاين زاد قوي. طيب ده ايه ريجاردنج الفيريم ستادي؟ تاني انفستيجيشن بيشخص معانا الانبسط. اول ما تخش بالمزاحه تشوف الشوره اللي على شمالك دي ايه؟ ريتيند سلايفا اند فود. لازم اول ما تخش تلاقي الاسوفاجس مليان، ده مش نورمال. الاسوفاجس فيه بريستانسس تفضي اي حاجه فيه، مش مفروض ان الاسوفاجس يبقى فيه حاجه، لازم يبقى انت. فاول حاجه تلاقي الاسوفاجس ماله دايليتد وفيه ريتيند سلايفا. شفطنا السلايفا، بص على ايدك اليمين، بعد ما شفطت السلايفا بص على الكارديا. بين بول ستينوتيك. ليه؟ سباستيك. ايه كمان؟ عشان هي بين هول بتروح مكشكشه الميكوزا بتاعت اللور اسوفاجس، فالميكوزا بتبقى رينكل زي ما بتقول شانس يوديكي منها الاشعه. شايفين المنظر؟ اهي رينكل ميكوزا اهي. شايفين المنظر؟ وبين هول كارديا. يبقى ده اول ما تخش تلاقي ريتيند فلويد، وبعد كده لما تشفط تبص تلاقي بين هول اسوفاجو بس جانكشن او ديستال اسوفاجس، وتلاقي الميكوزا ايديمتس ورينكل. عارفين اللي يجيب حبه ورد ويحط عليهم ورق وريشه وبعدين يقوم رابطهم بتبقى رينكل. خلاص نفس الفكره كده، تبقى المخنوقه دي هي. ازاي نعالج الاكاليزيا؟ انا عندي اربع اسلحه احارب بيها الاكاليزيا بالترتيب، وكل واحد ليه نسبه نجاح. ممكن اعالج بالدراجز، ممكن اعالج بالبوتوكس، ممكن اعمل اندوسكوبيك دايلاتيشن، واخيرا الجراحه بالترتيب كده. الدراجز الناس فكرت قال لك مش الحته دي سباستي، ايه رايك نديلها سباسمونيتي؟ من اشهر السباسمونيتك دراجز الكانسر شانل بلوكرز خلاص يا او الجليسرايد راي 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 اي راي اي انجينا تكتورس حطيت قرص جلسرائي فرانيا الراي على الريلاكسيشن للسموث فاصل اللي موجوده اللي في فتح حلو قوي. انا عندي ماما سي اي بوسكوبان فك الماوس. نفس الفكره هدي للعيان جي تي ان او جلسرائي فرانيا الراي او كانسر شانل بلوك بالبوك. نسبه النجاح ضعيفه جدا 10%. مش نافعه. واحنا ايه؟ داخلين على الستيب اللي بعدها. احنا طبعا في الفيس بتاع البوكس والشركه عايزه تمشي الدواء قال لك تستخدموه في الليزر وتشوفوا كده. فاحنا داخلين بالمنظار وحاطين البوتوكس انتر نيورال. البوتوكس بيعمل ايه؟ البوتوكس بيشل اتس نيورو توكسين.
بيشل الايه العضله، فالسبازم والتوم بتاعها بيروح فريلاكس غصب عنها، بيحكوا فين؟ في اللور سفنج، مش هو سبب المشكله، يوم يفتح والدنيا تدري. الحقيقه ان نتائج كويسه في اول اربع ثلاث اربع اشهر، النتيجه بتاعتنا وصلت ل 30%، بس الكرنس ريت فيري هاي، بنوصل ل 80-90% للكرنس. ماشي، بلاش بوتوكس، ده غير انه ممكن يعمل انافيلاكسس، ده غير ان انا بحتاج احقنه كذا مره، وكل مره احقنه الريسبونس يبقى اقل المره اللي قبل. بلاش بوتوكس. رحنا فكرنا في حاجه اسمها البالون اندوسكوبيك دايلاتيشن، دخل بالونه مخصوصه للقلب جوه الاسباستيك سفنكتر، ونحكي البالونه. وافتكروا رول اوف 3، بحمي البالونه بحيث ان الدايمتر بتاع السيرفس العرض 3 سم، وافضل نافخها 3 دقائق، واكرر ده كل 3 ايام 3 مرات 4-3 افتح السيرفس 3 سم، وافضل نافخ البالونه 3 دقائق، واكرر الكلام ده كل 3 ايام 3 مرات 4. الريزلت وصل 60%. قدرنا اهو 10، بس بعد سنه الريزلت 30% وتبقى فيدنج فيدنج فيدنج، يعني قليل قوي لما عيان يعمر معاك بنرجع لل 30% تاني. عايزين حاجه بقى، كل شويه العيان رايح جاي على الدكتور، العيان كل شويه جاي لي حته لحمه انتكتد عند الكلاسيك سيجمنت، مش نافع الكلام. طب نعمل ايه؟ وصلنا للجراحه. الجراحه هي الحل الناجح بنسبه نجاح 90% بيرمنت، عشان كده هي بقت التريتمنت اوف تشويس دلوقتي في العيانين اللي هم سيرجيكال سيف، لكن الانفيت اعمل له اندوسكوبيك دايلاتيشن. طيب بنعمل ايه؟ احنا عارفين ان القضيه قضيه ان السفنكتر مش عايز يفك، طب اعمل له ايه السفنكتر مش عايز يفك؟ هو ايه المشكله في السفنكتر مش عايز يفك؟ المشكله ان السفنكتر بيتكون من سيركولار فايبرز. اجي اعمل ايه؟ اجي اقوم عامل ديفيجن للسيركولار فايبر في اي حته، اي حته في السيركونفرنس. ايه الفكره؟ السيركولار ماسل اهي سباستيك كونتراكتنج بيحصل لها شورت. طب انا جيت رحت قاطعها، هي ايه اصلا؟ سباستيك كونتراكتنج عملت ايه؟ فتحت. ليه؟ لان هي سباستيك، انا ما لعبتش في التور، انا بس قطعت الكونتينيوتي بتاعت السيركل، فلما قطعتها دي سباستيك ودي سباستيك ودي سباستيك فتحت. يبقى الكارديو مايوبومي اونلي كنيزك سيجمنت ويل كيور ذا كونديشن. وبيقول لك ايه؟ اقطع المصل لحد ما توصل للساب ميوكاس بلين، من كتر البريشر تلاقي سايب بالونه الميكوزا ريليف وعامل بلج من الميوتوم. تعمل كده بص تلاقي الميكوزا كانت اندر بريشر، يا عيني فرحت ايه؟ تعمل لك بلج، اعرف ان انت نجحت. الشطاره بقى انك ايه؟ تقطع كل الاكريزي سيجمنت، مش تاخد حته وتسيب حته. انت نفسك تقص كل الاكريزي سيجمنت، طب ما بدل ما تقص 3 سم ما تقص 10، تختار ايه؟ الفلكس. ايدك تقلب تحت هتخش على الاستومك هيحصل لك ريفلكس. فانت نفسك ايه؟ تخلص من الاكليزك سيجمنت، بس لو طولت هيحصل ريفلكس، ولو قصرت ما عملتش حاجه. وصلت؟ فهي دي كل الفن في العمليه، انك تعمل عمليه كويسه. طب انا مش عايز ادخل في العيان ده تاني، انا هعمل كارديوجرافي ومش طب انا هسامح في الريفلكس، لان انا عندي حل ليه. يبقى لما بعمل الكارديومايوتومي دايما بيحصل معايا بوست اوبرتيف ريفلكس، ومع الكارديومايوتومي بعمل انتي ريفلكس بروسيجر يوجن في الانتش. فانا بعمل الكارديومايوتومي عشان اعالج الاكليزيا، بس الافكتيف كارديومايوتومي ساعات يحصل معايا ريفلكس، فمقبول انك تؤمنت البروسيجر ب انتي ريفلكس بروسيجر. اخر حاجه الكارديو مايوتومي ممكن يتعمل بثلاث طرق، بالكونفنشنال اوبن سيرجري ثرو ميدلاين انسيجن، باللابروسكوبيك سيرجري ثرو
كي هولز خرام صغننة. ريسنتلي واحد يماني كده جميل بتاع المنظيم قال لك اعملها من جوه، انا افتح العميل ده، راح داخل بالمنظار من جوه، راح عليه دخل بالايه؟ بالمنظار من جوه. ادي تصفص وادي الجوز. اول ما جرب دخل بالمنظار من جوه بالسكينه بتاعت المنظار، راح قطع الميكروزه وقطع الماسك. يا نهار اسود، هو السفر بس ليه سيروزه؟ يعني انت عملت ايه؟ كومبليت بيرفوريشن في الاسفنج. راح مخيط الميكروزه وهو ماشي. يخيطها ازاي؟ هما ما عندوش يخيط الميكروزه دي بسهوله، انت بتحط عليها كلبسات ليكري جبار يعني مات مات. فغير التكنيك بتاعه وبقى بيعمل ايه؟ بيعالي خالص، عالي خالص هنا بيفتح الميكروزه. بيخش هنا ويحقن محلول ملح، يقوم ايه؟ يرفع الميكروزه. الميكروزه تترفع معاه كده. يخش في الصابيوكاس بلين تي 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 لحد ما يوصل هنا. وبعدين يقوم عامل ميه طبيعيه. خلص يقوم ساحب ضغط الكليبسات كده. لما بيعمل الميكوزا الانسجن بعيد عن الماسل انسجن ما بيحصلش ليكج، والعمليه دلوقتي بقت ناجحه جدا وبتتسبب البوينت فير اورال اندوسكوبيك مايوبي. خلاص دي الستيت اوف ارت دلوقتي ده اللي بيتعمل. وممكن يتعمل انفيرير، ممكن يتعمل بوستيرير، ممكن يتعمل بوست اوبرتي. واحد عمل مايوتومي وما نجحتش جراحيا يروح هو داخل عاملها بالمنظار. كان القديمه معموله انتيرير هو يعمل بوستي. فهمتوا ولا لا؟ ادي الاوبشنز اللي معانا دلوقتي. يبقى الكارديو مايوتومي يبقى ستاندرد تريتمنت النجاح 90%، ممكن يتعمل كونفنشنال، ممكن يتعمل لابتروسكوبيك، ممكن يتعمل اندوسكوبيك بوينت. خلاص؟ اوكي. ادي الدايليتور يا ولاد. البالونه طويله هي ليه؟ لان انا عايز ادايليت كل الاستيناتيك سيجن. الاسفنكتر يا ولاد يوجوال 3 سم بس ساعتي ما اطول من كده شويه يوصل لحد 5 6 سم. عشان كده البالونه بتاعتنا طويله. عشان تركب على الطول كله. انا مدخل البالونه في الحته دي الاكاليزي وابتديت انفخها. هنفخها ايه؟ تك 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 3 سم. 3 دقايق كل 3 ايام 3 مرات ورا بعض. وصلت؟ تصوروا بعد الانترفنشن ادي الاكاليزيك سيجمنت. شوف كانت عامله ايه؟ ادي الاكاليزيك سيجمنت ده اهي، وادي بقيه الاسوفجس. ده سي تي يا ولاد، شايفين الاسوفجس قد ايه؟ بالنسبه للاورده، الاورده ده 1 انش. يبقى شوف الاسوفجس قد ايه؟ اتليست 2 انش، يعني اتليست 5 6 سم. طيب ده قبل الانترفنشن، ده بعد الانترفنشن. الاسوفاجس صحيح لسه دايليتد انما الضاي عدت الاستومك واليورينال والانتستين، فده معناه ايه؟ فري فلو اوف داي يعني الاستراكشن ريليف. واحد يقول لي طب والاسوفاجس ليه دايليتد؟ اقول لك يتامل الاسوفاجس هايبوتونيك انفايل ومش هيبوتراك. خلاص؟ انت كان عندك تفتكر الريست، افتكر لعبه الريست. اتس بالانس بتوين البوش بتاع البودي والريزيستنس بتاع السليب. هو انت البوش بتاع البودي تقدر تعمل له حاجه؟ ده بارالايز مات. يبقى ايه اللي تقدر تتعامل معاه؟ انك تقلل الريزيستنس بتاع السليب. طيب وصلت ولا لا؟ اتس بالانس، انت بتريسيوم البالانس. ان كان القوه الغالبه هي السبيسيفيك سيكتور فانت ضعفته. فيبقى البالانس يرجع انه الاكل يعدي بالفيري ويك بريستات السمبل. مش هتقدر تقوي فبتضعف الريزيستنس بتاعت السمبل. ده البوست اوبرتيف. طب بوست اوبرتيف بارد، بص يا ولاد ادي الاسوفاجس دايليتد وسيظل دايليتد. لكن الضاي نازله خلاص، العيال هيعرف ياكل زي ما الضاي عدت هيعرف يشرب يعني. بالمناسبه كاركترستيك للديستيجيا
فات الكنيزيا تبقى مينلي فلويدز. مين مع الوقت نزيد ياخد السيمي سوليدز وفي النهايه في التيرمينال كيسز يبقى الكل ولا الكنيزيا السيدوس الانترميتنت غزاله شويه او شويه الكومبليت وسلولي بروجريسيف ومين الفلوس. شوف الديسفيجيا بتاعه الاكليزيا كاركترستيك ازاي. فلو سمعت العلام بس هتشخصه قبل ما تعمل الديسفيجيا على عكس الديسفيجيا بتاعه بعيد الديزيزز. سؤال for a year old male presented with slowly progressive dysphagia to solids and liquids. Every girl, my decision is not my girl, and weight loss of 10 year duration. I'm going to tell you long standing, slowly progressive, 10 years, and we have 10 years. وفعلا عشان الكروسيف ما عندوش هيستوري واضح للكروسيف انجيشن وهيقعد 10 سنين عشان يحصل له فايبروزز. يا مؤمن انا كنت بقول لك خش بالمنظار بعد اسبوعين لحسن يحصل له فايبروزز مش 10 سنين واضح. فالهيستوري بيوصل للتشخيص قبل ما تعمل انفستيجيشن. دور الانفستيجيشن ولكن التشخيص سامع خلاص يا جدعان. Very characteristic history of the all the statements are correct except one. سهلتها لك اهو. All the statements are correct. بس في واحدة مش مظبوطة. نقي لي واحدة. يلا نجاوب سوا. Upper endoscopy is needed. Manometry may be needed. ايه الفرق بين الجملة الأولى والجملة الثانية؟ He is needed. Or maybe needed. Maybe needed or maybe is not. Maybe needed. Biopsy may reveal normal ganglia in the neck, in the myenteric plexus. هنا المعنى normal ganglia. يبقى انا مش فاهم الباثولوجي، لو ما جاوبتش على السؤال ده يبقى انا مش فاهم الايديولوجي. خلاص يا ولاد؟ يبقى هي هنا، ايه؟ treatment may entail balloon dilatation. ما اختلفناش. بوتوكس ماني يوز ما اختلفناش. انت عارف المالتي شيف بيعلمك ايه يا اولاد؟ بيعلمك حاجه اسمها الاستراتيفيكيشن اوف نولج. ما تبقاش بلانت، الضرب كبير ومتيول. ها؟ تنفع؟ تنفع نص نص؟ كونتر انديكيتد ده اسمه الاستراتيفيكيشن، انك تقيم البرايورتي. البرايورتي دي ده شغل الناس الكبار المتيول، مش هو اللي لا لازم تستراتيفاي تعرف تحط الحاجه مكانها. ده تعريف الحكمه بالنسبه. طيب اخر حاجه ريكرنس از كومن افتر اندوسكوبيك تريتمنت سواء البوتوكس او الدايليتيشن. يس يبقى مين الواحد مني؟ سي. ايه؟ سي. مظبوط كده؟ تمام. اي سؤال في الاكاليزيا؟ الاكاليزيا من الحاجات المحبوبه جدا في الناس. تيجي كيس سيناريو، تيجي مالتيبل تشويس، تيجي شورتك question ويقول لك diagnosis هتشخصها ازاي؟ هتقول له بالهيستوري انفستيجيشنز. طب هنعمل لها ايه؟ بنسوي من الجبار اللي فيه اربعه الزحمه. سلايد الزحمه ده اللي هو ده اللي بيخلص الموضوع. تمام. طيب دايفرتيكل ريليتد تو ذا اوزوفاجس ممكن تيجي ابر وميدل ولور. انا عايزك تعرف الابر بس الزنكرز. ايه بقى الزنكر ده؟ ده برضه نيورو ماسكولار ديس اوردر. ماله؟ في سبازم في الابر سفنكتر. اني كومبوننت الكريكو تلاميس. بص يا ولاد، ده اللور سفنكتر بيتكون من الاوبليك. الاوبليك فايبرز اللي انت شايفها دي اهي اهي دي الاوبليك فايبرز جايه من الرافي بوستيريور ومتكنسرت في الاوبليك لاين اوف
سايبر كونتش اللي هي دي. وفي حاجه ثانيه بالعربي كده ترانزفيرس اسمها كريكو فارينجس جايه من البوستيريور رافي وبتنسرت في الكرايكويد كونتش. ما بين الاوبيك والترانزفيرس في الجزء هنا نقر ارض الراي ماصل اللي اكتشف الكلام ده سمى التراينجل ده ولاد الكيليان تراينجل. ليه؟ لان الميكوزا اوف ذا فارينكس از نوت سبورتد اكسترنالي باي ماسل في الحته دي. ايه الحته دي؟ الجنكشن بين الاوبليك والترانزفيرس. طب يعني عايز ايه يعني؟ اصل في نيوروماسكولار ديسكور ده في سبازم في الترانزفيرس فكل اللي فوق الترانزفيرس هيبقى هايبرتنسيف. طب لما نعمل هايبرتنشن في الحته دي مين اللي يميل؟ الاضعف. مين الاضعف؟ الميكوزا از نوت سبورتد في الكيليان تراينجل باي ذا ماسل. فيحصل بلج اللي انتم شايفينه. البلج بيطلع من الكيليان تراينجل ويطلع. لما يطلع بيصير يخبط في مين؟ فيرتبرال بوديز. فيلاقي السكه هنا مزنوقه بيقوم نازل لتحت. فتلاقي دايما النيك اوف ذا دايفرتيكلم طالع من الكيليان تراينجل والفندس اللي بيجي نازل لتحت. طب ما ينزل لتحت لان الدنيا مزنوقه هنا. لما بينزل لتحت ويتنفخ بيزق على مين؟ يقوم يعمل برافو عليكي. يبقى مشكلتي هنا ان الدايفرتيكلم دوت بارشن دايفرتيكلم بيوتو انكريس بريشر والانكريس بريشر ده نيرو ماسكر ديسكوردر ده سبازم في كريكو فارينجس ابر سبين. نيجي نعمل العين بانيا مستودي. تبص تلاقي المنظر ده ادي المين ستريم اهو بتاع الوسط بس اهو وادي النيكوز دايفرتيكلم وادي الباي مانجر دايفرتيكلم. بص للوسط بس هنا وبص له هنا لانه ايه كومبريست بايه بالفانس. نقطه ثانيه عشان نتفاهم في الفوكابلر ادي الفانس انتيرور بودي انتيرور وول وادي الاسوفاجس بوستيرور وول الاثنين على بعض الانتيرور بتاع الدايفرتيكلم والبوستيرور بتاع الاسوفاجس الاثنين دول عاملين ايه؟ بنسميهم على بعض السيبتوم. ليه؟ هو ده العازل السيبتوم ما بين الاسوفاجس انتيريور والدايفرتيكلم بوستيريور. عشان كده الاكل بيخش في الدايفرتيكلم ينفخ 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 فالدايفرتيكلم يزق 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 ويعمل ديسفيجن. هو الدايفرتيكلم عامل لي جود ميكوزا ناس في بوبانس الباور الاكل هيخش بش هيخرج هيحصل له ايه؟ ريتنشن دايفرتيكولايتس. هيحصل فيرمنتيشن هيحصل انيميك انفكشن فالعيان كاركترستيك ليه. من غير اكل كده تيجي جنبه هاليتوزس بيحكي بحش فنعمل له انيميك انفكشن. واحد نمره اثنين يجي العيان ياكل تلاقي رقبته اتنفخت لانه بياكل في الاعصاب المسؤول دايفرتيكولايتس. واحد يقول ايه يا ابني ده؟ ايه اللي في رقبتك ده؟ بندوس عليه كده. يبقى كومبريسبل. وهو بيكمبريس تلاقي اخيرا ده حصل له شوكينج. ليه؟ لما بكمبريس بخرج الكونتنس على اوبن جلوتس. مفيش ده ريفلكس فالعيان يحصل له شوكينج بالكمبريشن. فيري كاركترستيك ديزيز. خلاص يا ولاد؟ سيستك سويلينج في النك. بعد الاكل يبتدي يحصل له سوينج. العيان اصلا عيان فاضي كبير في الدرجه فرصه الحسنه. يجي عليه اكتر من الرايت سايد. بريزنت في البوستيريور ترانجل. مع الكومبريشن از كومبريسبل سوينج سيستيك اند كومبريسبل. ومع الكومبريشن يحصل له تشوكينج. جميل. خلاص كده واضح. العيان ده اداك الميه قلت له روح يا عم تعالى بكره الصوره اهي بكره اهي الله الاسره بس حاطه الباي بتاعته كلها الدايفرتيكلم ما فضاش تعالى بعد اسبوع ما فضاش مش هيقعد وما تخش بريسبانس وتخش المشاكل اللي بتعمل عندنا بقى فيش السيركل سخيفه ريتنشن دايفرتيكولايتس ألسريشن. ليه؟ بنفريشن. اكسس فورميشن. سيرفانكال سيرلايتس. سيرجيكال انفيزيم. يخش لتحت على ميديا سيرلايتس وهكذا. خلاص؟
كرونيك انفلاماتوري رياكشن رايح جاي يعمل ديسبليزيا ويقلب دايفرتيكولار كانسر. الكلام ده يكون ابلاي على الزنكر دايفرتيكولار جس دايفرتيكولار جيجمنت دايفرتيكولار سيجمويد دايفرتيكولار اي حاجه فيها دايفرتيكولار كله بيحصل له نفس المشكله ريتنشن انفلاميشن انسريشن بليدنج بيرفوريشن اكسس فورميشن كرونيك انفلاميشن ديسبليزيا كالسيوم. تنساش كمان ان العيان ده لما يحصل له تشوكينج هو مش اميون قوي اي اسبريت فالعميل بيجي يقول لهم ايه ريكيرنج تشست انفكشن. العيان اصلا ايه كبير ومش ناقص فالنمونيا ممكن كم واحد ماتوا من الكورونا ماتوا من ايه؟ معظم اللي ماتوا من الكورونا ماتوا نمونيا ريسبيراتوري فيلير مصري اليوم كومبرومايز وكبار. دخلنا بالمنظار في العد احنا قلنا هنعمل ايه للعيان؟ هنعمل له بارنك. البارنك شفت صورته النك طلع كاركترستيك عند كيان ديزيز وعلى دايفرتيكولار والدايفرتيكولار عامل بوستيريور كومبريشن على الاسره بس خلاص شخصناه بالبارنك حطينا المنظار المين ستريم بتاع الاسره بس اهو والدايفرتيكولار اهو وادي السبتم اللي بحكي لحضرتك عليه اهو في النص ده بيتكون من البوسيلون ده اسامبلس والانتيرون اوف ده دايفرتيكولار تمام. ادي العيان ادي البرج اهو وادي السبتم بالمنظار اهو اهو وادي الريتين فوق. بص في السكرين احلى هتلاقي الريتين فوق شوف لونه بقى عامل ازاي معكر ازاي بقى ريتين وفرمنتد يعني بقى في مكرونه العيين دول مالهم كبار في السن 60 70 سنه مال 60 سنه المهم المهم قال الدايفرتيكولار احنا عندنا مشاكل في العيين دول دايما ميديكال كونفيت. هو المشكله المثاليه اتحلت ايه؟ الحل المثالي ايه؟ ان انا افتح نشيل الدايفرتيكولار وعمل ريبير للديفكت مكانه وبس. هو سببه ايه؟ برافو عليك برافو عليك جدع انت تستاهل. لازم تدي للعيان كومبليت مانجمنت دي تديله بيها شغلانه. برافو عليك. الدكتور عالج ايه؟ عالج السبب اللي هو كريكو فارنجيال سبازم. فاللي يعمل علاج من غير ما يعالج السبب هيرجع حمل التسجيل يا ريت يرجع. ده السوتشر لاين بتاعك هيفرقع قبل ما يعدي اسبوع لان في سبازم في التريكو فارنجل. فلازم تعمل تريكو فارنجل ونقطم بس الفرقات. يبقى ده اسينشال مانجمنت زنكا دايماتيكا ايه تريكو فارنجل دي اللي اهم. ده ممكن معلش حاجه انت تنشن مش عارف ايه كده
فالنهارده في الفري فاجايل انفيت بيشنس بنعمل لهم اندوسكوبيك ستيمينج طق طق كده يعني 10 ثواني خلاص 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 بس ليش اخذت موضوع بالكسر خلص الموقف مش عايزك تعرف انا الميدا فيرتيكلام الميدا استشهاد الميدا عاده التراكشن فيرتيكلام من جرانيولوميتاس ديس اوردر موجود عن الميديا سباينال يوجد بين اسركويد او تي بي او وغيره ده مش مهم بالنسبه لك الايبي فرينيك ده فيرتيكلام ده بيحصل مع السبازم في اللور سفنكتر عاده مع اليمين الطرف التاس كونفلكس والسوجاتس والستريكشر فورميشن ده بنشوفه مع العميل بتوع الستريكشر فورميشن ساكن بالبوزيتيف ريفلكس الحاجات الجرانيه يا اولاد مش مهم بالنسبه لك نرجع تاني نقول زنجرز دايما نتكلم على الزنجر ايه هو بقى الزنجر اسئلتنا يلا نجاوب It is usually associated with this modality. لازم طبعا كريكو فارنجل سباد ما بيحصلش من غير كريكو فارنجل سباد حد فيكو يقدر يرفع صباعه كده ويشاور على واحد في دول ما عندوش كيليا من الترانجل كلنا عندنا كيليا كلنا عندنا الحته دي مش كفر بالمصر طب ليه ما بيحصلناش كلنا ما عندناش ده بتك ما عندناش كيليكو فرنشيز وصلت يبقى لازم اللي يجي له زنكر دايفرتيكلم يبقى عنده كيليكو فرنشيز كات وصلت طب it never produces choking. May present by mass in the anterior triangle. In anterior posterior. Commonly affects adolescents. This is of old age. Always treated conservatively. But I'm calling the statement that you. الكوريكت ستيتمنت في ده كله ايه الكوريكت فيهم يا اولاد يوجولي اسوشيتد وذ ذس فوتيليتي وانا قاصد السؤال عشان انبهك قاصد السؤال عشان انبهك ان السنتر از ذس فوتيليتي خلاص يا دكتور هو ايه الكلام ليه بعد سن كبير حصل له سبازم؟ هو عنده تندنس ان السبازم اصلا ده عباره عن نيورولوجيكال ديس اوردر فعلى ما يحصل النيورولوجيكال ديس اوردر دي جينيريشن اوف البنين دي جينيريشن اوف البنين اتس ده جينيريت ديس اوردر الدكتوره كانت بتسال ليه صليت؟ ليه؟ سؤال تاني الدكتوره كانت بتسال ليه ما بيحصلش غير في كبار السن لان ده ديجنتيف ديس اوردر في النيرفز فعلى ما يحصل الكلام ده والسباز يزق الميكوزا والميكوزا تكبر والميكوزا تدي سيمتومز عاده بيحصل فوق 60 70 سنه ما بنشوفش زي الكار في الصغيرين نو هتقولي لي طب والكاليزيا ما هي برضه مشابهه اقول لك دي اوتو اميون بلوتو مهم سن الصغار عادة طيب سؤال عين عنده 43 سنة otherwise he is healthy he presents of 3 months of progressive dysphagia and reverge to solid food several hours after eating and the belly swallow revealed 3.5 سنتيمتر فرنجل دايفرتيكل. ايه رايكم في الاجابات؟ هنشوف. انا عايز البيست سيرجيكال تريتمنت اوف ذيس كيس. خلاص هو الراجل ادالك التشخيص عشان ما ايه؟ ما نتعبش بعض. يبقى السؤال على الفرنجل دايفرتيكل. ماشي. انا عايز الايه؟ البيست سيرجيكال تريتمنت كلمه بيست هي اللي بتتعب ان ممكن يبقى فيه اكتر من اجابه صح بس انا عايز البيست ما بقولش الكوريكت نتمرن على
إيجابي multiple choice. البست واحد. لبست سيرجيكال تريتمنت إيز كريكو فارينجال مايوكارديت. مش غلط بس استنى لحسن تكون في إجابة تانية صح. بيتر واضح. طيب فيرتيكيلاتومي اند مايوتومي ها دي احسن واعلى. برافو ده لفظ ولا لطيف. دي اعلى في درجه الصح. دايفيرتيكيلو بيكسي بس ده حكه الخيبان لما ببقاش عارف اعمل حاجه. ولو ما عملتش كليكو فرنجا مايوتومي ما عملتش اصلا حاجه. دايفيرتيكيلو بيكسي اند على فكره الاجابه الاسئله دي مش انا اللي عاملها. على انا بعودكم ديكوتو هيجي لكم حاجات ام سوري فيها غباوات كتيره جدا اتمرنوا على كده. وعلى فكره الكلام ده جاي من مصادر مش مصريه وبس. المصادر بتنزل بالغباوه دي فتعودوا هو المالتي تشويس كده. عشان كده انا بقول لك الاستراتيفيكيشن انك تنزل. انفرشن اوف الديفرتيكلم يعني تمسك هذا الديفرتيكلم كده وتعمل له انفرشنيشن جوه النيورون بتاعك. طبعا دي اعبط عمليه في الدنيا انك تعمل ريستراكشر للنيورون. يبقى البيست ايه يا اولاد؟ بي. نمره اثنين بي. هيئة سيرنيا اند جيرد هم اكتر موضوعين مهمين في الاسوفاجس. ارجو ان تعيروني انتباهكم. السنه اللي فاتت لو عمل لو كانت ضمن الاختيارات اندو هو هيلثي كويس فممكن اعمل له سيرجيكال احسن. بس هو يعني دلوقتي احنا ماشيين ناحيه الدكتور بيسال لو ضفت على الاسئله بتاعت الزنكر لو ضفت على الاسئله سؤال كمان وقلنا ايه اندو ستيتمنت اختار اندو ستيتمنت ولا اختار ترانس سيرفايكال دايفيرتيكيليكتومي كريكو فارينجا مايوكومي ايه رايكم؟ The best is diverticulectomy and myopathy. لأن انت سايب pathological tissue. لما بتعمل stapling بس انت سايب الdiverticulum ما شلتوش. فانت سايب pathological tissue may be displaced. ممكن الميوتومي ما يبقاش effective في الdrainage قوي. فاعمل ده لمين؟ للفريل patients اللي مش قادر افتحه. The best treatment is diverticulectomy and myotomy. أي حاجة تانية أقل. السؤال مهم. حيات الهرنيا by definition is any hernia passing through the esophageal hiatus of the diaphragm. بالمنطق والعقل الموضوع مش صعب. تتوقع ان اتجاه الهرنيا البروتروجن هيبقى من تحت لفوق ولا من فوق لتحت؟ تحت لفوق طبعا. ليه؟ لان الابدومن از كونتينوسلي هذه البوزيتيف بريشر والثراسيك بريشر 16 ل 20 مره في الدقيقه. ساكن نيجاتيف بريشر مع الانهبيشن يبقى ده بيسك وده بيبوش يبقى دايما الهرنيا اتجاهها من تحت لفوق. خلاص؟ عندنا بقى أربع كلمات. النوع الأول 95% الشعب.
زي اي هرنيا في الدنيا. الهرنيا اذا ساكن ديفكت، الكلام ده ابليكابل على اي حاجه، زي اي هرنيا في الدنيا، الهرنيا اذا ساك اند ديفكت. يعني هو هنا الديفكت فين؟ الهياتس. طب ما كلنا عندنا هياتس. لا، الهياتس بقى باثولوجيكال، بقى وايد، بقى باتريس، زي الانترنال رينج بتاع الجرينجر. كلين كل الولاد عندهم والبنات عندهم انترنال رينج، بس لما تبقى واسعه والفشيا ترانسفيرساليس ويك يبتدي يحصل الهرنيا. فالهياتس هنا يبقى باثولوجيكال. يعني ايه باثولوجيكال؟ يعني الايدج بتاعه ما بقاش كونتراكتنج، الايدج بتاعه بقى باتيولس وويك و كده. طيب يبقى الايدج بتاعه بقى ويك، بقى باتيولس، بقى واسع فيسمح بالهرنيش. الحاجة الثانية ان العيان يبقى عنده بريشر جريديان، بيزق من تحت لفوق، يبقى كل الانتر دومينانت بريشر انكريس يعمل. يبقى انا عندي تو كومبوننتس مهمين عشان هيك الهرنيش، انكريس انتر دومينانت بريشر اند ويك ريليس. ده الايتيولوجي بتاعه. اي عيان عنده انكريس انتر زي ما بنقول في الهرنيش، العيان اللي عنده سي او بي دي، العيان اللي عنده جاستروميجالي، العيان اللي بيسترين ات سكول اور ات يورين اور وات، اي جزء بيعمل انفريز انتر ابدومينال بريشر. طيب ايه اللي هيحصل يعني؟ ديفكت واسع، بريشر عالي، بريشر عالي، انا اسف، هيزق الكونتنسيف فوق. هو ايه اللي معدي في الهيئات؟ سوفت. يبقى مين اللي هيتزق لفوق؟ السوفت. ما السوفت اوريدي معدي. لا، انا عايز حته معينه في السوفت، الحته دي انا عايز حته معينه في السوفت اللي معديه. لو قلنا انه الديافرام هو الخط الاحمر ده، وده الهيئاتس نورمال، يبقى صوت بس هاي ولا في هنا حوالي 3 سم من الجسم بس الى 4 سم ابدومينال. طيب لما الهيئات ازاي يوسع؟ مين اللي هيطلع؟ اول واحد هيطلع اللي اوريدي موجود الجسم بس. طب 3 سم دول هيطلعوا فوق، بس ايدي وان ان احنا نلاقي المنظر عامل كده. ان ما بقاش فيه ابدومينال سيرفس. خلاص؟ ان ال 3 سم دول طلعوا فوق. يعني الاسوبر بس بيتسحب كده، ان الاسوبر بس ايه؟ بيسلايد اب، عشان كده اتسمى سلايد ويك. فالكارديا بدل ما كانت 3 سم تحت الهياتس بقت اكس هياتس. طب العمليه دي مش بروجريسيف؟ الستيب اللي بعدها الاقي ايه؟ ان الكارديا بقت كده. طب لما الكارديا تبقى سوبر دايفراجماتيك اللي تحتها ده هيبقى ايه؟ ستومك. انا شايفه ان الستومك السبكار ده يعني الحته دي اللي بتنسحب. خلاص؟ والفندس ماله؟ في مكانه. الاسلام دي حته سيرميا ستيب 1. الابدون اللي قصاد ده لوست. ماله راح فين؟ سلايد اب. زاد الموقف شويه. فكرت هتسحب الجزء من المعده اللي ادجيسنت ليها اللي قريب ليه، مين الجزء ده؟ الفانجس ولا الحته مين؟ الحته دي اسمها السبكارديا ستومك، ده الفانجس. الفانجس ماله؟ ملوش دعوه. اللي سلايدنج هيك السوري ده فانجس از نورمال. امال مين اللي بتسحب فوق؟ السبكارديا فانجس. خلاص كده؟ تمام. طب لما يحصل الكلام ده ايه الفسيولوجيكال كونسيكونسز
sliding of the lower esophagus and the stomach inside the mediastinum, a hemophysiological consequence, loss of contents of the esophagogastric junction, and hiatus hernia will eventually produce reflux. طب الرفلكس يعني ايه؟ اسوفاجايتس. والاسوفاجايتس بين ايه؟ سبازم. والسبازم يعني ايه؟ يشد اكتر، يزود السلايدنج هيرمي. الله، يعني الرفلكس يجيب هايبس هيرمي. طب الهايبس هيرمي يجيب رفلكس؟ والرفلكس هايبس هيرمي. وصلت؟ 50% اسوسيشن ما بين الهايبس هيرمي والرفلكس. فلو جالك عيان presented by reflux 50% عنده هيتسيرم، ولو جالك عيان عنده هيتسيرم 50% عنده فلوس. وصلت؟ clinical picture of هيتسيرم mostly asymptomatic. ايه يعني الاكسوم بستنى الهيدي سيمتوم؟ واحد المال ايه السيمتوم بتاع الهيتسيرم؟ لما يجيب reflux فيشتكي بايه؟ heart burn retrosternal burning pain. heart burn بس ماشي. هنتكلم حالا على الريفلكس في الدرس اللي بعده. يبقى المين برزنتيشن اوف هيتسيرميا سلايدنج تايب از الريفلكس. سلايدنج تايب، انا بتكلم عن السلايدنج تايب 1. طيب هننفستيجيت بايه؟ الاربعه انفستيجيشنز بتوعنا، انذار باريان مانويتري بي اتش. تعالوا نشوف واحدة واحدة نشخص ازاي كل منهم. اول مودالتي اللي هي البيريوسبلاي. البيريوسبلاي يا اولاد لازم يتعمل والعيان عامل كده، ادي رجليه اهو اللي لابس الشرابه كده ده، وادي راسه تحت هنا يعني متبني. ده اسمه ترند للبيريو بوزيشن، يعني العيان يبقى حوالي 60 دقيقة على الهوريزونتال، راسه اوضى من رجله تو ان ريفلكس. خلاص؟ فانا بحط عيان في الترند للبيريو ازاي يعني؟ انا بشربه يا اولاد الكونتراست وهو ايه؟ قاعد كده. خلاص بعد ثلاث اربع ثواني الكونتراست شربه بقى. الكونتراست فين؟ في المعدة. هل في كونتراست في الاسوفاجس بعد ال 10 ثواني؟ لا مفيش، لان الاسوفاجس مش وظيفته تخزين الفلويد، وظيفته تمرين الفلويد. فبعد 10 ثواني مش المفروض الاقي ضايع في الاسوفاجس. شربت يا عم؟ شبعت؟ اتفضل على السن والقلب. واقول له اعمل بلصمه سترين على الكلوزد بيربس. ده يعني ايه؟ ازود البريشر في الابدومين قوي عشان احاول اخلي الفلوس الفلوس. يبقى انا بعمل ايه؟ بشرح عليه الضال، احطه في الترند للباب على بلصمه من ده، واخد صوره. بص الصوره عامله ازاي؟ ايه الصوره دي؟ فين الاسوفاجس؟ مفيش اسوفاجس. فين الاستومك؟ الاستومك ايه؟ ايه خايف من الاستومك دي؟ مفيش. في الفندس جاس، ده الفندس فيه ضار. يبقى ده عامل العاده في الترند للبلد. تاني، لان المفروض العيان وهو بيعمل اشعه تلاقي والعيان كاركت واقف عادي، تلاقي الجاس مالي الفندس. هنا مفيش جاس في الفندس، يبقى ده مش عامل ايه؟ امال الفندس ماله؟ مليان ضار. يبقى العيان ماله؟ مقلوب. حتى لو ما طلعش من الترند للبلد بوزيشن كان لقيت الفندس مليان ضار، يبقى ده الترند. طيب ما ده الترند للبلد والعيان عامل فانسال فارمونا، بص على الاسوفاجس، هل الاسوفاجس في ضار؟ لا. يبقى الكارديا خلاص. يبقى ذا فيرست تيست از بيريوم ستادي تو تيست فور بيريوم ريفلكس الونج ذا كارديا. جميل. يبقى العيان ده extremely normal contact cardia no reflux of contrast. طب امال العادي اللي عنده ريفلكس يبان ازاي؟ بص للاشعه دي. الفندس ماله؟ في ضال. الفندس ماله؟ في ضال. الفندس ماله؟ في ضال. يبقى العيان ده ترند للبلد. الاسوفاجس ماله؟ دخله ضاي، وهنا ضاي، وهنا ضاي. يبقى العيان ده ماله؟ ريفلكسين. راديولوجيكال بيجريد الريفلكس لثلاثة جريدز. ماينور ريفلكس يبقى يا دوب حبة بايس صغننة كده طالعين. مودريت ريفلكس
لو كمية لو لين في كبير من الاصابه جازت ملا بس ما وصلناش للليفل اوف اورتيك ارش او الكريم عند ليفو. لو عدينا الاورتيك ارش بس دي بالظبط اصل السيفير ريفلكس اللي يعدي فوق الكارينه ده هيعمل سبيل اوفر على اللارنج الجامد ويدي العيان اسبيريشن ونمونيا ويدي دنت وجنجيفال وسينوسايتس وهم ده بنسميه الاكسترا السيفيجيال مانيفستيشنز ده افكت سيفير كيس اوف ريفلكس. يبقى الجريد اوف ريفلكس مع اكسترا السيفيجيال المايل اللي جاي مش السيفير هو اللي معانا. وفي فرق بس المايل ده هعالجه بالادويه والسيفير ما تجربش في الادويه خش على براعه. ادي الدياجنام اللي انا كنت بحاول ارسمه لكم. ادي الاسوفاجس ادي هناك جزء من الاستومك السبكارديك الاستومك اهي وادي بيت الاستومك وادي الليفل اوف الدايفرام الهديد الصوتي معديه من الاستومك. ايه ده يا اولاد؟ البريتونيوم يا اولاد بيحشر نفسه في الحته دي بيديني فيري سمول ساك خاصه على الليفت سايد. عشان كده في سؤال جات مره مالتيبل تشويس ذير از البريتونيوم ساك مع السلايد الجامعي يس سبيشالي على الليفت سايد لان الاستومك عليها سلوزا وعليها بريتونيوم. فلما الاستومك بتطلع في الميديستال بتاخد معاها البريتونيوم فاذا في ساك والساك دي يوجولي على الليفت سايد بس نحن في طيب عشان كده سموك سلايد مهم ليه؟ السلفوسيطة بس بالأقوى الستومك مش جوه الساك دول برا الساك. الله مش ده تعريف بسلايد الجامعة؟ وصلت؟ وصلت؟ ولا تاهت؟ لما تكون الكونتينس جوه الساك دي الكونفنشنال ليفل. لما تكون الساك كده والكونتنت بره الساك والاثنين خارجين من الديفكت دي اسمها سلايدنج. بساك السلايدنج بسايد ده كونتنت عشان كده اسمها سلايدنج. ده اللي بيحصل بالسلايدنج ان الكونتنتس ار نوت ان ساك. تمام ادي المنظر في البيري اللي قلت ادي الاسوفاجس ادي الكارديا قافله سباستيك اهي وادي الاستومك الكارديا في الاستومك مسحوبة لفوق. والعيان ده يا عيني شوف الضي عامل ايه؟ مالي الاسوفاجس بس كله. والاسوفاجس بس ايه؟ بلنيتد. العيان ده عنده ريفلكس عنيف. تاني الاستومك اهي وبص جزء من الاستومك ابوف الدايفرام. بس ده اريكت. علشان الفمس مليان ايه؟ من ايه؟ اوا. والجريتا كيرفتشر ديبندنت وعشان كده مليان ضاي. فالعينه في الايرت بوزيشن ولكن الضاي هنا بيتند في السوبرا هايتا الاستومك لان الهايتس خانق الاستومك فحصل ريتنشن للضاي في الهرنييتد بارت اوف الاستومك. نفس الكلام مرارا وتكرارا السوبرجاس مليان ضاي ريفلكس سوبرا دايفراجماتيك بارت اوف الاستومك. وبعدين ادي مكان الايه؟ الليفل دايفرام والري تيست. صوره واضحه قوي هنا العدد متاخر قوي. شوف الاسوفاجس الاسوفاجس الجنجر اكتر من نص الاستومك فوق الدايفرام. وادي الري تيست وادي الفنس مليان ايه؟ ضاي. يبقى ده ترند الليفل. الفكره اتفهمت؟ فنس مليان ضاي في ترند الليفل. الاسوفاجس في الترند للبيرج في ضاي يبقى في ريفلكس. طب لو دخلنا بالمنظار لان الفنجس ممسوك بالشورت جاستي ما يطلعش في السلايد دي يعني مفيش فنجس ده اللي طالع السكر ده بارت اوف ذا الفنجس مش معايا. عارف لو الفنجس طلع تبقى نوع تاني اسمه تايب 3 هنتكلم عليها. فتايب 1 بيور تايب 1 في النص كومن ذا فانجس از نورمال شرط شرط والا الديفينيشن ما يبقاش ابليكابل. وصلت؟ دي قصه ثانيه خالص.
لو الفنس اتحرك دي قصه تاني خالص ونوع ثالث خالص. الاثنين يبقوا سوا تايب 3 والفنس لوحده تايب 2. هنتكلم عن ده. طيب انا دخلت بالظبط في الحاله دي هلاقي ايه؟ نمره واحد الاستفاب بس الجنكشن باير ده النورمال. والاستفاب بس الجنكشن النورمال فين؟ تحت الدايفرام. هلاقي فوق الدايفرام. طب ايه كمان؟ ركزوا معايا بقى. الشقار دي تحت الدايفرام النورمال فينا كلنا. طيب ركز معايا. انسبيريشن ايه اللي حصل؟ كونتراكشن اوف ذا فاب ايه اللي حصل؟ الكارديا اخبارها ايه؟ اكس بتنزل لان الكوبيلا بتنزل والكارديا ليها فيكسد ريليشن للدايفرام اللي تحتيه ب 3 سم فمعايا انسبيريشن الكارديا بتنسنت واحد انتر ابدون الكرشه حصل له ايه؟ كان بيحصل لها ايه؟ كلوجر الديسنت اند كلوز. تاني مع الانسبيريشن ذا كارديا ويل ديسنت اند كلوز. بالمخ ما تحفظش. الكارديا نطت بقت فوق الدفرام. بقت فوق الدفرام. يعني بقت سليبري سلايدنج على الهميز. يعني مش اتاتش لل خلاص ما بقتش اتاتش للفيلم السرجيه الليجمنت للايدج اوف هيتس ده بقت الليجمنت بقى لاكس خلاص انتهى. فالكارديا طلعت من مكانها بقت فوق الدايفرام. ايه اللي هيحصل للكارديا مع الانسبيريشن؟ مش هتقسم. دي فقدت اتصالها بالهيتس. طب هتقفل؟ طب هتفضل طبيعيه؟ طب هتفتح؟ تشوز هتفتح ليه؟ اللي كان بيقفلها؟ البوزيتيف انتر على الدومينانت. طب هي دلوقتي متعرضه لمين؟ النيجاتيف انتر خلاص. فايه؟ يبقى بالمنظار بشخص الهيئه الهرنيا لو بصيت على الكارد معايا الاسبيريشن الاقي نو ديسنت اوبن. يبقى الليفل بتاعها اعلى من الطبيعي وبتاوبن مع الايه؟ مع الاسبيريشن. ده الاندوسكوبيك ابيرنس. الحته دي واقفه في ظهركم بلاش. هو مشكله اللي عندنا في ايه؟ في الريفلكس. فلو دخلت بالمنظار هتشوف ايه في الريفلكس بس؟ ريفلكس والسوبرجن بس. السلام عليكم ورحمه الله. والله شفت ان الكارديا بتفتح وانها مش بتدسم انت شطور. ما شفتش؟ شوف الافكت بتاع الهرنيا. شوف الريفلكس والسوبرجن. فاحنا دايما مهم عندنا نشوف هل الهرنيا معاها ريفلكس ولا لا؟ قلنا 50%. فلازم تشخص الاندوسكوب فيها ولا لا؟ انها ما بتنزلش وبتفتح. وفي اوستوفاجايتس ولا لا؟ دي مهمه لان دي اللي بتكتك المانجمنت كله. تصور انا ما بقتش ريفلكس وعندي العين اسمها هرنيا مش هعملها خالص. خالص. طيب. ادي المنظر اللي هنا. النورمال اهو. النورمال اهو. بصوا ده الايه؟ الكلورال اندنتيشن. ده التون ده الدايفرام فيه تون واليومن بتاعي انا اسف الدايمتر بتاع الهيئتس نورمال. ده النورمال اهو. والفتحه بتاعت الاستفاجوجاستيك جنكشن تحت الهيئتس نورمال. يبقى كل ده ايه؟ ابدون الاسفاجوس كل ده نورمال. ايه ده؟ اكيونس. فين الكورنال اندنتيشن؟ مش واضح. ليه؟ مبهوأ وواسع انديفايند. شوف الفرق بين النورمال والابنورمال اندوسكوبيك فايندنج؟ ان هنا الكورنال اندنتيشن انديفايند هناك فيج مش واضح. ليه؟ دايليتد. النقطة الثانية الفتحة دي ضيقة ده النورمال بتاعها. الفتحة دي فاكيوس. عارفين الانال انكونتنس لما يقول لك بالانسبكشن في العيان اللي عنده انال انكونتنس تلاقي الانس باكيوس او الانس كونتراكتنج نفس الفكره. اي تون بتاع اي سفين. طيب تو تايب 2 هرنيا ده مالوش دعوه بالكارديا خالص. ده
الفانبس الاتاتشمنت بتاعته اللي مثبتاه لوست. السبلينو جاستيك ليجمنت فيلكس وطويل والاستومك كلها انترا بريتونيال فبتاخد البريتونيال معاها والفانبس يروح يحشر نفسه في الهياتس جنب الاسنبس ويطلع جنبه. الكارديو اسنوم بدون افكار. وما المشكله فين؟ الفانبس ساب مكانه تحت الليفت كوبلا وعمل روينج عمل ترانسبوزيشن ساب الليفت كوبلا واحد من اثنين وحشر نفسه في الهياتس جنب النورمال اسوفوجس النورمال كارديا ده اسمه كايكو. مشكلته ايه؟ فانبس جوه ساب اتس ترو هيرنيا اند نوت سلايدنج وان لان واحد معاه الساك قدامه فهنا اتستوه هنا ادي المنظر هو الفانبس ساب مكانه هنا وحشر نفسه جنب الاسوفاجس والكارديا هنا نورمال بينوه الايه الدافرام يبقى دي مشكله فانبس ده تايب 2 راب 3-5% راب عندك شيء في الايه ركز الفانبس راح فين جوه الشيست الفندس ديفنسيف وفي جاس تمام انا ابتديت اكل الاكل عندي في الاصابه بس مين ده مين زايق عليه يبقى هيحصل ايه ديسفيج الاكل نزل لتحت ولما نزل لتحت لقى حته من الاستومك فوق فطلع وراها فابتدت الاستومك تتميل الفندس اللي موجود في الجست يتميل بس ده مخلوق عند الهياتس فابتدى بقى كونجستد فعلي يبقى عنده ديسبكسيا جاستكسيتو لما الاستومك تبقى كونجستد والاستند بتوسع على مين؟ اللنج فعلي يبقى عنده ايه؟ ديسيا فده اسمه ايه؟ ده 3 ديز سيندروم ديسفيجيا ديسبيبسيا ديسبيبسيا ايه؟ في الريفلكس مفيش ريفلكس يبقى تايب 1 ريفلكس تايب 2 3 ديز سيندروم ده حاجه وده حاجه ثانيه خالص ده سلايدنج وده تو هيرن ده الكارديا طلع لفوق ده الكارديا نورمال ده الفانس نورمال ده الفانس اب نورمال فرق كبير بين الاثنين. الاولانيه هي في القوام 85% الثانيه باب باب باب. اسمك ولا لسه؟ تايب 3 كومبانيشن. كارد طلع فوق مع الفانس. انا بقى هيتس يبقى انبهوا على الاخر ممكن نلاقي الاثنين. طيب خلينا في تايب 2 ادي المنظر بتاع تايب 2 بص معانا على الاسوبر بس. اهو 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 والكارب ايه تحت الدافرام ليفل الدافرام اللي هو الخط الازرق ده وليه الكارب ايه تحت الدافرام امال ايه ده الفانس عرفت مين اصل مفيش فانس هنا الفانس ساب مكانه ده اهي والاستفاد ده استنجنشن اهي يبقى دي السكر دي في الاستومك مكانها تحت اهو امال اللي طالع ايه ده الفانس شوف طيب سليمة يا نادر والاثنين سوا يعني القلب يا فوق الدافرام والفانبس فوق الدافرام كله طلع فوق ده تايب 3 برضه مش طالع تايب 4 ده التايب اللي مش قادرين نوصف له كلاسيفيكيشن ده مش الاسوفاجس والاستومك ده بياخد معاهم الكومنتم وياخد ترانزفيرس كولون وياخد السبلين انا جاي بره بنكرياس من الميدياستاينر تيلو ذا بنكرياس طلع معانا فالتايب 4 ده اللي هو لارج ديفكت و هيوج كونتنس شفط الباك فوق ده اسمه تايب 4 خلاص لارج ديفكت هيوج كونتنس ده رير عيان جالنا مره عنده ديسنيا وحب الديسبيبسيا واحده ست سنها 75 سنه هي استاذه هنا في الكليه المهم فكانت دكتور الصدر طلب لها اشعه لقاها اير فلويد ليفل في الجست شايفينه؟ راح عامل لاترال فيو اوضح من كده مفيش قال لها ايه ده؟ اير فلويد ليفل في الجست؟ ايه ده؟ عملنا سي تي لقينا الاستومك مليانه ضاي وفيها اير حشره نفسها ورا الكاردياك شادو يعني طلعت في البوستيريور ديستاين ادي الفيرتبرا وده الاستومك الهارت اهو شايفين يا جماعه الاستومك اهي
وشايفين عين الاورطة. زقت الاورطة ورا. الاورطة المفروض هنا. زقت الاورطة ورا. لارج بارت اوف ذا ستومك انسايد ذا تشست. بصوا الدايفرام اهو الكابيلا اهي. وفوق الكابيلا نص الستومك طالع فوق. فيري لارج هرميا. بصوا ستومك ورا الايه؟ الهارت. شوفوا الستومك قد ايه بقى؟ يا كمان معاها كولون ستول اهو. شايفين الستول؟ يبقى الستومك والكولون ورا الهارت. الستومك كلها جوه الشيست. ادي الكوبيلا والدايفرام وادي الليفر وادي السبلين. ادي الكوبيلا الثانيه. الستومك كلها في الشيست. مفيش حاجه. ده اللي اسمه تايب 4. لما تلاقي حاجات عنيفه كده فوق ده تايب 4. وجعش دماغك في الكلاسيفيكيشن ده هيوج كومبلكس. يبقى الايكون اللي عايز تعرفه السلايدنج اللي هو الكارديو اللي بتطلع لفوق وتاخد معاه السكرانيال. الستومك مشكلته في الريفلكس. عنيد بيشتكوا بايه؟ زي ما قلت لك عندي جيلك محموضه سلايدنج ايه السلمي. عنيد تانيين دايما بيشتكوا ب تشيست مانفستيشن. تايب 2 البيور بيشتكي بال 3 ديز ياكل ديسفيجيا يهمل ديسبيكسيا شويه يتنفخ يدوس على اللنج ديسيا وما عندوش الفلوكس. تايب 3 بيبقى عنده كومباينيشن من الفلوكس وال 3 ديز. تايب 4 دول بيشتكوا من كل حاجه واهم برزنتيشن عشان دي الهومس كونتنس بيحصل لهم فولجريشن ويبريزنت الاكيوت انتستاينال اوبستراكشن بمال بلس اوف ذا ستومك او مشاكل في الكول، مشاكل في الكومنتم، اي حاجه هرميتد زي مشاكل الفم يحصل لها استنيشن. العلاج التشخيص طبعا بالبيريوم ستادي واضح والاندوسكوبي بنشوف الاستراتيجيات في العلاج هنعالج العنده ازاي؟ العلاج كل انواع الهرميا ما عدا تايب 1 العلاج السيرجري. الحمد لله هم تايب 1 مقسمين ثلاث منهم. سمول هيرميشن بول فلاكس نفر. لارج هيرمي معاها فلاكس سمول هيرمي معاها فلاكس ميديكال بين. لارج هيرمي سيبير ريفلاكس لازم فلاكس. يبقى احنا هنقسم السمول هيرمي ثلاث انواع. سمول هيرمي نون فلاكس نفر. سلايدنج هيرمي كبيرة. سلايدنج هيرمي كبيرة أكثر من 4 سم سلايدنج طلعت 4 سم ومعايا سيبيرنا فلاكس لازم نروح. طب سلايدنج هيرمي النص نص لا سلايدنج هيرمي صغيرة ومعاها فلاكس ميديا. طب ما هو ده المانجمنت اوف فلاكس. قال يعني أكن أنا بعالج الهيتس هيرمي بعالج الفلاكس. وصلت؟ يبقى سلايدنج هيرمي تسوي انوايندد باي ذا ريفلكس. هتقول لي طب مش انت ايه اللارج هيرمي؟ برضه تعمل لا عمليه تقول لك اه اصل اللارج هيرمي يوجد معانا فلوس من الاخر. بنعمل ايه؟ بنعالج الهيرمي. هيرمي يعني ريديوس الكونتنس يعني ترجع الابدومين مثلا مسحتانه تكسايز الساك تريبيرنج افكت بانك تعمل ناروينج اوف ذا هيليتس. عادة يا اولاد الهيليتس عامل كده بيلر شمال وبيلر يمين والاثنين دول اصلا جايين منين؟ من الرايت كراس اوف ذا دايفرام. بيتقسم لتو بيلرز واحد يمشي يمين واحد يمشي شمال ويلفوا كده والاسوفجس معاهم بيلر. طب حضرتك لو عايز تعمل ناروينج للديفكت ده اسهل لك تعمل له ناروينج انتيريور ولا بوستيريور؟ بوستيريور. ليه؟ لان دول قريبين هنا وبعاد هنا فسهل ان انت تضيقه كده. لكن صعب انك تجيب ايشو بعيد عن بعض فدايما الريبير بيبقى بوستيريور. يبقى ريبير اوف هيتال هيرنيا از ريدكشن اوف ذا كونتنس شد الاسوفاجس من تحت ريسيوم انتر ابدومينال اسوفاجس اكسايد ذا ساك نمره ثلاثة ريبير ذا ديفكت انك تمارو الهيتس ويجي المارو ويبقى بوستيريور. يبقى ده الستيب الاولانيه صلحنا الهرنيا.
واحنا معنا ايه كمان؟ ريفلكس. نعمل انتي ريفلكس بروسيجر. ايه هو؟ بنعمل فاندو بلايكيشن، هنتكلم عليه حالا. بنموبلايزر فاندس اوف ذا ستومك ونلفه من ورا الاسوفاجس ونجيبه من قدام ونخيطه في بعض. نلفه من ورا الاسوفاجس ونجيبه من قدام ونخيطه في نفسه. فبيعمل كومبليت 360 درجه سيركل حوالين اللور اسوفاجس. الاستومك از ماسكولار عضله، لما بتكونتراكت بتشتغل زي الباب. ده الانتي ريفلكس ميكانيزم اللي وصف العمليه دي. واحد اسمه نيسيم والتاني اسمه روزيتي، اسمها نيسيم روزيتي. كومبليت راب فاندو بلايكيشن. دي انتي ريفلكس. بتفيدني في حاجه كمان، لما بعمل البلك ده حوالين اللور اسوفاجس البلك ده نفسه انتي هيرني ريكارنس، لان انا بخيط الفاندس في الاسوفاجس فبعمل البلك مش هيعدي من الهيئتس. فهو منه انتي ريفلكس ومنه بروتكتيف اجينست هيرني. ففي اربع ستيبس بيتعملوا في العيال بتوع السلايد دي. فيتس هيرنيا مانج الهيرنيا، ريديوس ذا كونتنس، اكسايز ذا ساك، ريبير ذا ديفكت. نحط انتي ريفلكس بروسيجر. ريديوس ذا كونتنس يعني انك ترجع الاسوفاجس ابدومينال. ريزامشن اوف ابدومينال اسوفاجس از اسينشال بارت. ليه؟ لان ريزامشن اوف ابدومينال اسوفاجس مش بس ريدكشن للهيرنيا كونتنت، انتي ريفلكس لانه بيرجع لك حته من الاسوفاجس اكسبوزد للبوزيتيف انتر ابدومينال بريشر تقوم تقفل فتبقى انتي ريفلكس. فالريزامشن ده انتي ريفلكس وهيرنيا ريزامشن. ده برضه من جونز هوبكنز. الاسئله انا جايبها لك زي ما هي تقيله شويه، تقيله شويه. بصوا كده معايا. عيانه عنده 56 سنه، عيانه اتشالت 6 مانث افتر اندر جوينج ميسين فاندو بلايكيشن فور ريفلكس ديزيز تريتد، لان كان عندها تايب 4 باراسوفجينيا. خلاص She is complaining of persistent dysphagia after fungal blockage. طيب انا عارف ان السؤال فيه شويه. ها تعال نشوف ايه الحكايه، ايه سبب الدysphagia after fungal blockage. لازم تفهم يعني ايه fungal blockage. ادي الاسوفاجس وادي الفانتس. انا كده ببتدي موبيلايز الفانتس. اهم حاجه في الموبيلايزيشن ان تقص الشورت جاستريك اللي ماشيه في السبرين جاستريك ليجامنت، هو ده اللي بيبقى مثبت الفامبس. تقص ده كله تبقى الفامبس معاك ايه؟ موبايل. لان الفامبس از كومبليتلي انترا بيريتونيال فبيبقى موبايل الا الحته دي بس اللي بتبقى بس كده. بعد كده بتكون جايب الفامبس ده ولفه حوالين اللور اسوفاجس ومخيطه في نفسه. خلاص؟ بتلفه من ورا وتخيطه في نفسه خالص. جميل. تاخد كات سيكشن في الحته دي عشان تفهم. ادي الاسوفاجس. كابت فانجس لفيته من ورا الاسوفاجس ورحت مثبته على الانتيريو سيرفيس بتاع بيت الاستومك. فانا بقى عندي ايه؟ كومبليت سيركل حوالين الاسوفاجس. لما الاستومك تكونتراكت هتعمل ايه؟ كلوجر للابدومينال سيركس. هي دي الفكره. ناس كويس الفاندو بلاكيشن. طيب اسئله. العائله دي ابتدت تكومبلين بديسفيجيا بعد ميس الفاندو بلايكيشن. ايه السبب؟ اكتر سبب يا ولاد للديسفيجيا بعد الفاندو بلايكيشن ان الدكتور عمل الفاندو بلايكيشن تايم ده بدا ان هو الفلوكسنج بقى ضيق. ده كحل تمام. لازم ننزل امورنا. طيب عشان كده بنجيب لنا الفاندو بلايكيشن ونحط جوه الفلوكس ابوبه الخيله كده اسمها الموجين 36 ل 40 فرنش كانها اكل. وبعدين نعمل الرد حواليه. مش نعملها على انتي اوسوفاجس، لو عملته على انتي اوسوفاجس هيتخانق كده.
ففي مقياس لازم يتعمل ولازم تحترم هذا المقياس. طيب فده اهم كوز للديسفيجن. تعالوا نشوف الاسئله اللي هو طرحها. اول سؤال: ذا ستومك هاز بيكم دينرفيتد. هو ممكن يعمل دينرفيشن هنا؟ ممكن انا هشتغل عضل الفيجس. طب انا لو عضلت الفيجس يعني هيجيله ايه؟ جاستو بريسي. جاستو بريسي دي نسيجن؟ ادي نسيجن. ده ليه جاستو كانسر؟ مش ديسيجن. يبقى لو الاستومن افطار من الاستومن دي بتشوف السؤال تريك وبايخ ازاي؟ دينرفيت. انا جراح مش واخد بالي وايدي تقيله وعورت الفيجس. هيجيله ديسفيجيا؟ لو قال ديسفيجيا كان فيها كلام، لكن بيقول ايه؟ يبقى مش نافع. شفتوا السؤال عامل ازاي؟ سؤال لافف. اللي بعد: البيشنت هاز جاس بلوت سيندروم. ايه الجاس بلوت سيندروم؟ ده فيري كومن كومبليكيشن اوف فاندوكليتيشن. ما هو الجاس بلوت؟ يعني ايه ابيليتي تو بنش؟ inability to erectate. الإيركتيشن اللي بيتكبر يعني، واخد الكلمة يعني، ده بيبقى بيفضي الهواء اللي موجود في الاستومك. ليه بيعمل كده؟ عشان يفضي الهواء اللي موجود في الفانوس. طب ما طبيعي كل الناس ممكن تعمل كده. انما العيان اللي عامل فانوس إيركتيشن ما بيقدرش يعمل البنشن ده علشان الرئة. فده سيكونس. ده سيكونس. بيحصل في كل عيونهم الفاندو ايكيشن اولموست معظمها ما بيقدرش يعمل بنشن. طب ولما ما بيقدرش يعمل بنشن مشكلته تبقى ايه؟ اكيوميشن من جاس في الايه؟ في الاستومك ويعمل فلاتنس. هل الديسيجن؟ تمام. شفت اللي بيكلمك ازاي في السؤال؟ ركز او ركزي على فكره اللي بتقول بلفظ المذكر يبقى مقصود بيها ايه؟ فنركز في النقطه دي. الجاس بلوت يعني ديسفيجيا؟ الاجابه لا. طب هو عنده جاس بلوت ولا لا؟ احنا مين علم؟ سواء عنده ما عندوش مش هيعمل ديسفيجيا، والسؤال على ديسفيجيا. تمام. هي دي طريقه البواخه بتاعت البايكولوجيكس. انك تفهم قصده. هو قصده هنا ديسفيجيا. العيان عنده جاستريك ستيزس، فرضا جدلا ان عنده جاستريك بريس وجاستريك ستيزس، هيعمل ديسفيجيا؟ برضه. الهيبتاسكابيا رجعت. الهيبتاسكابيا رجعت. هو ده كان تايب كام؟ فوق. يعني في حاجات كتيره فوق. الكمبريسي. طب سيدي على جنب الاخرين، الراب فات والراب اللي فوق العادي دي ديسفيجن. وصلنا بقى يا بهوى مفيش حاجه نايسه على العادي ديسفيجن. طيب انا ماليش دعوه، مش انا اللي حاطط السؤال، اللي حاطط السؤال واخد خدمه مع الدكتور جونز هوبكنز. وعلى فكره ده مرجع من المراجع اللي بيتجاب منها الاسئله. وانا اصلا بجيب لك سؤال بينزل كده عشان ما تتوقعش ان كل الاسئله جميله وسهله وستريت فورورد. ليه؟ القانون بيقول كده 90% من الاسئله ستريت فورورد، 5% تبقى سهله على رايكم صح، و5% تبقى هو دي طريقه الاسئله. ده من ال اهو فكر الهيئه السيرميا لو رجعت، ده معناه ان الاسفاجس والاستومك الواتيفر اللي طلع فوق فحصل ايه؟ سترانجوليشن في الهيئتس. هل ده ممكن يعمل ديسفيجن؟ ده الموست بروبابل كول. لكن لو بعد تانيين ان لايكلي. ايه الكلام ده يا دكتور ابراهيم؟ ايه ان لايكلي موست بروبابل؟ ايه الكلام النايز؟ هي كده المالتيبل تشويس كده. مين الموست لايكلي؟ وصلت وصلت. يبقى الموست لايكلي هنا انسر از طبعا. خلاص كده
الاثنين الفرنسي والبريف سوا 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 الهيبسفيرني والجرد لازم يدرسوا سوا في نفس الدرس. الاثنين انتمت للنيف في كل حاجه في الباثولوجي وفي البرزنتيشن كلها. احنا بنتكلم عن ايه؟ سلايد ده. جرد يعني ايه جرد؟ جرد يعني الفلوكس يعني الفلوكس يعني اقرب للنيشن ده بس الكونتنسي انت ده ديستال وسبت وبس. لا الديفينيشن بتاعك ناقص ما يخصنيش. مفيش واحد في القاعدين دول ما عندوش ريفلكس اوف كونسنس اوف ديستروك اللونجز كلنا بيحصل لنا كلام. انت فاكر في الدرس اللي فات لما قلت لك ان في حاجه اسمها كونسنت استراتيجيه الريلاكسيشن بتحصل كل نص ساعه اما بتفتح بيحصل حبه ريفلكس من تحت عندنا كلنا. بس الريفلكس دوت في البيت ما بيوصلش الـ pH الـ distal esophagus أقل من 4 يعني الفلوكس ده مش كوستيك ما بيعملش أسيد بيرن في اللور اسفنس. عادة الـ pH يوجد حوالي 6 استمر pH بتاعها نورمال 6 بوست بلاند بيزيد بيبقى حمضي أكتر من كده ولكن اليوجد بتاعها 6. فلما يبقى عندك الريفلكس بسته ما يعورش الاسفنكس الكريتيكال ليفل او الاستوفاجايتس الجرن بيحصل لو البي اتش بقى حمل البنك اقل من 6. يبقى الديفينيشن اوف الريفلكس لازم الحاجتين سوا ان يحصل ابورد مايجريشن لكوستيك ريفلكس مش واحد ابورد مايجريشن بكوستيك ريفلكس. يعني ايه كوستيك؟ يعني البي اتش ينزل تحت 4. طب ما نزلش طز زي ما هيطلع زي ما هينزل ومش هيعور خلاص يا ده الديفينيشن ده 20% من البوبيليشن عندهم الكلام ده. عشان كده كان الدكاتره عيالاتهم بقت ريفلكس كلها شغاله. طب ايه الايكولوجي اوف ريفلكس؟ حاجتين في الاسفنكس وحاجتين في الاستمك وحاجتين في الجنكشن. ايه الحاجتين اللي في الاسفنكس اللي ممكن يؤدوا الى الريفلكس؟ وظيفه الاسفنكس ترانزيت ريلاكسيشن والترانزيت ريلاكسيشن اللي بيدي فرصه للصلايبه انها تنزل. الصلايبه مالها؟ الكلاين فتعمل نيوتراليزيشن. طب والاكسوبرس لو مش بيعمل كليرنس كويس لو مش بيفك الصلايبه كويس هيكون مثلا في موتاليتي ديس اوردر. ايه اللي يحصل؟ الصلايبه مش هتعدي وحمض المعده يزيد. فدي واحد ان الاكسوبرس في موتيليتي. ايه تاني غير ان الاسفنكس في مشكله في السليفري نيوتراليزيشن. انا لسه بقول لك ان الريفلكس ده طبيعي وزي ما بيطلع كده الكريستالس بتاعت الاسفنكس بتزق كده تاني. فده اسمه ميكانيكال افكت والصلايبه ده اسمه كيميكال افكت. يبقى الاسفنكس بيفيدني انه بيترايز بالصلايبه ده اسمه كيميكال بروتكشن وبيزق الريفلكس كده يرجعه تاني ده اسمه الميكانيكال بروتكشن. فلو دول ديستربد ديموتيليتي ديس اوردر اوف ذا بودي العيان يحصل له انجوريس. طيب ايه الاسباب اللي في الاستمك؟ عيان الهايبر سكريتور الهايبر كلوروهايدر اللي عنده الاسيد كتير فكل الريفلكس بتاعه تحت 4 ما عندوش هزار ما فيش تحت 6 تحت 5 تحت 7 لا 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 كله تحت 4 كله وحش. طيب ايه تاني؟ العيال اللي عندهم جاستك هايبرتنشن ليدو ديليت جاستك كامل في الجسم والريس في الجاستك اوت اوبستراكشن واي حاجه تعلي البريشر في الاستومك القضيه قضيه جريدنت ما بين الاكسجين بريشر والجاستك بريشر. لو الجريدنت بيعمل كده هنعمل ريفلكس. فاي حاجه تعلي البريشر في الاستومك تعمل ريفلكس زي ايه؟ جاستك اوت اوبستراكشن خلاص كده؟ دول السببين اللي موجودين في الايه؟ في الاستومك. نيجي للايه؟ لاربع الفرنس الاستفاكو بلاستيك جنكشن الكومبي واللورنس جينيس فيهم اربع اسباب ودول كلهم مهمين. اهم سبب ان نورمال ترانزيت استراتيجيه ريلاكسيشن تبقى ابنورمال. يعني ايه ابنورمال؟ المفروض انها بتحصل كل نص ساعه بتحصل كل 10 دقائق بدل ما تحصل لك 50 مره في اليوم بتحصل 200 مره في اليوم. فالاكسبوجر ريفلكس دي بتبقى برولونج بدل ما بتحصل لمده 3 4 ثواني تقعد دقيقة فتبقى اكسبوزد للريفلكس. يبقى ابنورمال
ترانزيت السبجكت سيشن. بالمناسبه ده العنوان الكبير ده حمزه ريفلكس. الله يبقى ده بتدي ديسكورد، يبقى ريفلكس بتدي ديسكورد، مش ده نورمال فانكشن من السنتر بقى نورمال. حتى انت مين انه في حاجه اسمها البنش كوك افكت. يعني ايه بنش كوك؟ لما تجيب خرطوم وعايز تلبسه في ماسوره، انا قلت البوتاجاز اللي عندكم على بيت بوتاجاز مش المنظم بيه صباع كده حديد بتركب عليه الحموضه، في افيس بيركب كده ناس من البنش كوك. خلاص البنش كوك افكت يعني الافيس اللي بيمسك الاصابه بس كده يمنع الريفلوكس. مين ده؟ كراس. كراس الانجل ده هيكس بيعمل بنش كوك. امتى البنش كوك افكت ده يروح؟ في الهيكس فيرمي. الله رحت ملبس في الهيكس فيرمي ويك هيكس. الكوره ما بتقفلش كويس بس من البنش كوك افكت اوف دي هيكس. حاجه بقى ثانيه في السويبر انه يبقى قصير او هيبوتنسيف. النورمال بريشر في اللور سنتر من 15 ل 45 مللي متر مكعب. لو واطي مش هيقدر يقاوم الريفلوكس. واطي عند تحت 15 الكريتيكال ليفل تحت 8. او قصير. يعني ايه قصير؟ يعني مش اكسبوز للبوزيتيف انتر ابدومينال. هيئتس هرميا تاني عمال تقول لي هي هيئتس هرميا. رجع لنا معايا. يبقى الاربعه كوز بتاعت الايه؟ الكارديا ان في لوس اوف بنش كوك افكت بتاع الهيئتس. نمرة اتنين بنتم قوي ابنورمال لور استراتيجيه ترانزيت ريلاكسيشن تبقى برولونج جدا اند مور فريكوينت شورت سنتر اور هاي بوتنسيف سنتر. كل دول بيبقوا موجودين. كل المشاكل دي موجوده في اي سنتر. العيان بيشتكي بايه؟ ريفلكس يعني هارد ريتروسترنال بيرنينج بين او ايبيجاستيك بيرنينج بين. دول بنسميهم كولكتيف كده. العيان بيقول لك انا عندي هارد بيرن، عندي حرقان في فم المعده. اللفظ اللي عندي الحته دي اسمها فم المعده دي اسمها طيب. زي ما قلنا لو الريفلكس ده سيفير هيعمل اسبيريشن وكتير جدا. دكاتره الانف واذن يجي لهم عاملين ريفلكس بلارنجايتس كتير جدا. دكاتره السنان جينجيفايتس ودكتاتكيرس كتير جدا. ساينوسايتس بتوع الجسم ريكيرنج اتاكس اوف برونكوس باز اند اور اسبيريشن نمونيا. بس من اكسترا سيفير مانيفستيشن العيان عايش طول عمره على الريفلكس وينسى يشتكي للدكتور اللي عنده ريفلكس. يروح بتاع تشيست بتشيست انفكشن. الدكتور تشيست لو مش واخد باله ان الراجل ده بيجي له كل شهر بحتاج ايه كل شهر نمونيا دي ليه يعني؟ يبقى الراجل اللي عنده ريفلكس. فخلاص ابتدينا نبقى اوير بالاكسترا اوكسجين مانيفستيشنز ار فريكوينت. ديفرنشال ديفرنس بارت بيرن كل ديزيز مهمة في الإصابة بس بتعمل هارت بيرن. الأسوفاجيتس، الريفلكس، كارسينوما خاصة الأسيد أوف تايب لما بتعمل أسوفاجيتس، دايفرتيكلا، أي ديزيز في الإصابة بس بيعمل بيرن بيرن. ستومك، جاسترايتس، كانسر ستومك. خلاص؟ جاستروباريسيس كله بيعمل. فالديفرنشال دوز فاست. فاست. فلازم نبقى عندنا دايجنوستيك تولز. ايه بقى الانفستيجيشنز؟ نظار كونتراست. العيان ده الفنبس ماله؟ مليان باي. يبقى العيان ده في انهي بوزيشن؟ ترند الامبيرن. ايه الفرق بين اليمين والشمال؟ الشمال ماله؟ مفيش ريفلكس. ليه؟ الاسوفاجس مش مالي باي. طب واليمين؟ الاسوفاجس ماله باي في الترند الامبيرن. يبقى ده الدايجنوستيك تول نمره واحد ان احنا نعمل عين بارين سوالو النيل في الترند للبرن بوزيشن. لقيت الاسوفاجس ما ملاش يبقى ده براءه ما عندوش. لقيت الاسوفاجس ماله ملا يبقى ده الدايجنوستيك ساين في الراديولوجي لوجود الريفلكس. جوه الريفلكس في ريفلكس واضح؟ دي نمره واحد. بصوا على التلفزيونات احسن. ده المنظر اللي بنشوفه في الايه؟ انتوا شفتوا طبعا الصوره بتاعت الاندوسكوب بتاعت العين الريفلكس عنده ايه؟ باتيولس السوبر بلاستيك جنكشن.
within defined edge of the cruel indentation. شفناه. إنما الأهم الإفكت في الفلاكس على الصدقس إن فيه الصدقس. طب أنا عملت كده لقيت الإصابة بس نحمله شوية. زميلي عمل منظار لا في الألسر. زميلي التاني عمل منظار لا ألسر إكستنسي. الله كل واحد فينا بمزاج بقى هيقول لك الصدقس وكل الصدقس زي بعضها. كان جماعة الأمريكان مغرمين بأنهم يحطوا بقى لاينز وهيراركي ومش عارف ايه، فراحوا عاملين حاجة اسمها لوس أنجلوس كلاسيفيكيشن ريفلكس، ده اللي معتمد وده اللي ماشي. ده قسموا الاستراتيجيات الاستعمال لجريدز. اللي انتم شايفينه ده معلش بصوا على الصورة اللي في النص. الفيرتيكال ميكوزال فولز دي افكتد بإيروجن. جريد 1 لو لعب الايروجن ده طوله اقل من 5 مللي يبقى ده جريد 1 ريفلكس. لو لعب الايروجن ده عدى 5 مللي في الطول بقى جريد 2. لو لعب ايروجن بالعرض اقل من 75% من السيركمفرنس جريد 3. زاد عن 75% من السيركمفرنس جريد 4. لعب كومبليكيشن جريد 4. تاني جريد 1 او جريد A vertical erosion اقل من 5 مللي. جريد 2 vertical erosion اكثر من 5 مللي. جريد 3 circumferential erosion اقل من 75% circumference. جريد 4 اكثر من 75% من circumference. الحقيقه لوس انجلوس كلاسيفيكيشن وقف عند 4. جماعه الالمان ضافوا البتاع اللي تحت اللاجن ده جريد 5 وهم عندهم حق. ليه؟ لان لو انا عنده السر او ستريكشر او ديسبليزيا او ميتابليزيا احطها في اي كاتيجوري من الاربعه. فراحوا مخترعين من الخمسه ده. فبقى عندي خمسه جريد للاستفاجات. طب عايز ايه يعني؟ ليه هتوجع دماغنا ونقعد نحفظ جدول؟ لازم نحفظ. قول لي ليه؟ اصل 1 2 and 3 ار بيورلي treated medical. 4 and 5 should be treated surgical. لو ما عندكش application للجدول او التقسيمه ملهاش لازمه. لا دي application مهم نحفظه. جريد 1 2 and 3 بس جريد 4 and 5 surgical. نبص على السكرين نقول مثلا السكرين على يمين. بص يا ولاد ده المنظر بالمنظار ده بروكسيمال وده ديستال دي فتحه القرنيه. اللي فوق ده السكويمس ايبيثيليوم اللي مالي الاوزوبيس. وبعدين دي السكويم كولومنر جانكشن اللي دول اخر 3 سم من الاوزوبيس اللي فيهم ايه؟ كولومنر ايبيثيليوم. الكولومنر ايبيثيليوم بيبقى لونه محمر شويه بيسموه سالمون بينك. خلاص؟ وده بيبقى لونه بين. فالسكويمس يبقى بين وده سالمون بينك. بين وبينك سكويمس كولومنر. ودي اسمها ايه؟ اسمها ذا سكويمو كولومنر جانكشن. اللاين ده ريجولر اوفر جميل ويل ديفايند ديفرنشيشن. واضح؟ ده النور اللي بيسموه الزد لاين او الزي لاين. حصل استراتيجيز مش قلنا اهم حاجه بتحصل في الاستراتيجيز ايروجن الكحل في الحته دي يحصل هيل الكحل التاني يحصل هيل الكحل التالت يحصل هيل هيل بايه؟ بكريبنج وبايبيثيليا. تقدر تقرر اني ايبيثيليا اللي هيهيل الالسر ممكن سكويمس ينزل من فوق وممكن الكولومنر يطلع من تحت. اللي سبق كلمنا اللي هيسبق هو اللي هيبطل. فعشان كده الريكيرنج اتاكس اوف اوستروفاجايتس ده المنظر ده. ايه المنظر ده؟ ان ديفاين سكويم كولومنر جانكشن. ليه؟ ريبيت ايروجنز ان ذا بار ديفرنت ايبيثيليا. فتلاقي الزد لاين اللي كان ريجلر كده بقى
الرجل. خلاص الكرايتيريا دي ما بتحصلش غير في الريبيتيشن ريبيت الكرونيك اتاكس او السيرجايتس انسليشن اند هيل. السيرجايتس انسليشن اند هيل وانا مش بقول ان اللي هينزل من فوق هيبقى سكويز واللي هيطلع من تحت هيبقى ولما الاستربت زد لاين ده انديكيشن اوف سي اتاكس اوف السيرجايتس. وادي المنظر اهو لو تبص تلاقي انتر ديجيتيتنج سكوينو كولومنر ديزيز انتر يعني عامل كده اهو تي 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 كان السكوينو كولومنر جونكشن عامل كده. ادي السكوينو وده الكولومنر كانوا عاملين زمان وين ديفاين دلوقتي بقى عامل كده. كلام واضح؟ ده بيشبهكم ايه؟ البنات في كليب للشعر ده الكليب ده اسمه بارد. تصدقوا ان بارد ده مش اسم جراح ده اسم اشبه الشعر بارد ده مش اسم ساينتس فما تكتبوش بكابيتال ده اسم كليب الشعر يعني انتر ديجيتيتنج سكويمس اند كولومنر ابيثيليا. بدل ما هم واقفين عند لاين كده مكملين نفسهم عند بوردر معين لا ده انتر ديجيتنج. طيب ايروجن ويهيل ايروجن ويهيل ايروجن ويهيل انتر ديجيتنج ده معناه سيفير بيرزيستنت ريفلكس. يقوم ربنا خلق لك ادابتيف اكوموديتيف ديفنسيف ميكانيزم اسمه الميتابليزيا. ايه الميتابليزيا؟ ميتابليزيا يعني ادابتيف تشينج فور انفايرمنتال ستريس. هنا الانفايرمنتال ستريس ايه؟ اسيد 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 كوستيك احرق احرق. مين البروتكتيف ميكانيزم الاهم ضد الاسيديتي؟ ميوكس. مين الجدع في افراز الميوكس؟ الكولومنر. طب خلايا الكولومنر بتفرز ميوكس من ربنا يديلها قدره اعلى فتتحول من النورمال كولومنر ميوكس سيلز لحاجه اسمها جوبلت سيل. هو نورمالي الكولومنر بيكوز اوف الاسوفاجس فيها جوبلت لا يطلع فيها جوبلت ربنا يطلع فيها جوبلت. ايه الفرق؟ الجوبلت سيل تقدر تفرز ميوكس 500 مره قد ميوكس فتفرز ميوكس تو بروتكت الميكوزا من الاكسسيف اسيد. ده يخلينا نرجع للاستراكشر بتاع الكولومنر ابيثيليمال ديستال اوسايت. هو مختلف عن الاستومك انه ما فيهوش بارايتال ولا بيبتيك سيلز ومختلف عن الانتستنت انه ما فيهوش جوبلت سيلز. يعني ميوكس من برين اللي موجود في الديستال اوسايت كله لا هو جاستريك ولا هو انتستاين. طب لما يطلع فيه جوبلت سيلز يبقى تشبه بالانتستاين فسمي الوضع ده انتستاينال ميتابليزيا. يعني ايه انتستاينالبليزيا؟ يعني ظهور الجوبلت سيلز امام الكولومنر ابيثيليم اوف ذا ديستال اوسوفاجس. فده بيسموه انتستاينالايزيشن او انتستاينالبليزيا. دي اولاد الجوبلت سيلز اللي انا بص الجوبلت سيلز عامل زي البيضه دي اهي اهي خلايا منفوخه والحصل مارجينيشن للكروماتين كلها ايه؟ ميوكس منفوخه بالميوكس شغلتها ميوكس 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 فالخلايا عامله زي البيضه بالظبط لايك اتك بالظبط شايف؟ بص بص جوبلت 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 ده النورمال ابيثيليم اهو ده الاستريتيفايد ابيثيليم ما فيهوش جوبلت اهو ده النورمال ده الكولومنر ده اللي يسيل اهو سنجلينا جوبلت 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 خلاص؟ فظهور الجوبلت سيل لو خدت بايوبسي من الحته دي لو لقيت جوبلت سيل يبقى انتستاينال ميتابليزيا. طب انت واجع قلبنا ليه؟ ما يحصل انتستاينال ميتابليزيا.
ما يحصل جوه. جوبلت سيمبليفايز سيفير اسيديتي سيفير ريفلكس. احنا بنتكلم على سيفير ديزيز. جوبلت يعني سيفير ديزيز. مش هجيبها لبره. يعني ايه مش هجيبها لبره؟ اتفضل حضرتك. اصل ده حضرتك عيان سبته بجوبلت سيل خمس سنين قلب من ميتافليزيا في ديسبليزيا ومن ديسبليزيا لكارسينوما. يوجولي كارسينوما اون توب اوف ميتافليزيا از ادرينو كارسينوما. الله. لما جينا ندرس الكارسينوما اوف ذا اوزوفاجس الموست كومن از سكويروس. السكندري تو الاستايل ميتافليزيا تقلب ادم تيجي في الديستا. عشان كده الادم كورنر في الديستا ما تحصلش فوق في الـ في الـ في الابر والميدل سيرف ما تحصلش من تحت. اجمالين من الالسر اهي ولا اهي. شايفين البينيس ويمس بتاع الاسوفاجس وشايفين الكولومنا اللونين مختلفين وادي الالسر اهي ولا ليه ابني مركبها كده عند الكورنيا؟ ده مكان الزفتايل، ده مكان الفلوكس، ده مكان البرت، ده مكان الميتافليزي، ده اللي حصل فيها. لسه شفت الحكايه طويله ازاي؟ يبقى انت اللي تم العام مش تفرق بقاله خمس سنين وانت سايب، انت اللي غلطان. دي ما بتحصلش في يوم وليله. والعام سيمتوماتايزي الفلوكس 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 الفلوكس. انت اللي غلطان، انت اللي سبت تحصل ده كومبليتلي preventable problem. عملنا منظار وشخصنا، عملنا برجم وشخصنا. حضرتك العيان مشكلته ايه؟ انه عنده reflux واسيديتي. من الحالات المهمه قوي في البوردرلاين كيسز اللي مش واضحه بالمنظار ولا بالبريم. على فكره منظار البريم خلاص 99% منها. في الفيشي كويري كيسز عنده سيمتومز والمنظار نيجاتيف، البيريان نيجاتيف بس العين عنده هارت بير تعمل له بي اتش. يبقى البي اتش متر ده مش روتين، ده للايديبيكال كيسز ويز نيجاتيف روتين انفستيجيشنز اندوسكوبي اندوسكوبي. ايه هيكون ده؟ ده راجل بي سوري ده تيست بيقيس البي اتش في اللي هو الاسوفاجس. شفت الفيصل عندك البي اتش افضل من 4 ولا لا؟ فانا هقيس البي اتش. كنا زمان بنحط انبوبه مناخير العالم بنحط التيم بتاعتها تحت 24 ساعه شيء مزعج جدا. اسيب الانبوبه ده 24 ساعه وكل شويه كل نص ساعه اسحب واقيس بي اتش بتاع شويه فاجئها واحد كده شطوه خالص طلع كبسوله قد الاصغر من قد الفلاني تركب بالمنظار وليها كليب كده زي بتاع الخيبان اللي بتاع الميكروفون ده يقوم ماسكها في الجلوكوزا الديستر بسرعه بس في اخر خمس سنين بكليب شال المنظار يعني روح مروح. ودي فيها بي اتش سنسور بيقيس ويبعت سيجنال فبيحط بينشر كده على ايه؟ على الحزام وبيقيس السيجنال بي اتش تحت 4 تيت 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 يسجل بي اتش فوق 4 ملوش دعوه. فكل ما بي اتش ينزل تحت 4 ده يبقى اكتيفيتد. تعالي بكره بقى هقرا بقى الايه الريكورد ده بيقول ايه. الراجل ده جدع برافو عليه واسم برافو فده اسمها برافو كابسول. خلاص بكتب البرافو كابسول اي اتش ميتر بنعمل ايه؟ تعالى يا عم ادي البرافو كابسول ايه حاجه صغيره خالص بعد يومين ثلاثه الحته اللي كليبت في الميكوزا بتفصل وتقع مع الستون خلص المقعد حاجه قد الفلان ملهاش قيمه. بنعمل ايه بقى؟ بنحلل ايه النتائج؟ واللي يجي له ريفلكس ايبيسود ببي اتش 4 زي اللي يجي له بسته لا. اللي يجي له ريفلكس ايبيسود خمس دقائق زي اللي يجي له ساعه لا. اللي يجي له ريفلكس ايبيسود ثلاث مرات في اليوم زي اللي يجي له 10 مرات في اليوم لا. اللي يجي له ريفلكس وهو واقف زي اللي يجي له وهو نايم لا. فالراجل الذكي اللي بقاله 50 سنه مخترع الكلاسيفيكيشن ده شغال لحد دلوقتي اسمه ديمستر. ديمستر ده حلل البي اتش بتاع العيان
وانت سكور لكل واحد من دول. وانا واحد كده بلاد صعب من الريفلوكس يحصل، لكن لو نمت الاستومك كونتنس بينزل في الاسفه بس، فاللي يجيله ريفلوكس وهو واقف ده يبقى عنده 60 ريفلوكس فياخد سكور وحش. اللي يجيله هو نايم عادي ياخد سكور قليل، ابتدى يحسب حساباته ويدي سكور، لازم السكور يطلع اقل من 15 وفوق 15 ماي ريفلوكس، فوق 50 مودر ريفلوكس، فوق 100 سيفير ريفلوكس. العيان ده لازم تعمل له عمليه. وصلت؟ ده ذس از ذا جولد ستاندرد اوف دايجنوزس اوف جلد. حتى العيان لو ما عملوش اندوسكوبي كله حتى، ما عملوش بريم كله حتى، ما دام عنده سيفير بنسبه فوق 100 عمليه، العيان ده هو ده اللي هيقلب ديسبليزيا ونيم. اوعى تسيبه وعمر ما علاجها هيجيب معنى زي كده. وصل ده بيسموه لان ايروزيف ريفلكس، يعني تعمل له ما تلاقيش اصابات مش ايروجن، ولكن تعمل له بي اتش تلاقي بي اتش حلو جدا، ده هيبهدله، ده هيحصل له مشاكل. اخر واحد مانومتري. مانومتري ده بس بيبروف القصه. اصل ايه المشكله ايه؟ هو انت اصلا حصل لك ريفلكس ليه؟ علشان النور سفينكتر النور ماسكرر اكتيفيتي بتاعته ديستورمنت، فبتعمل له موديليتي ستادي، تبص تلاقي ايه؟ تلاقي البودي اوف ذا اسوفاجس ويك، ما بيزقش كويس، احنا الكلام ده في الاسوفاجيه، وتلاقي السفينكتر قصير هايبوتنسيف وفي ريفلكس ايبيسودز. الله ده بيبان في ايه؟ في الموديليتي. يبقى اذا زي عينين الموتيليتي ما بعمل لهم موتيليتي ستادي، عينين الريفلكس بعمل لهم موتيليتي ستادي. ليه؟ اصل الريفلكس اكشولي از الموتيليتي ديسوردر. الا هل بلغت؟ هنتصرف ازاي؟ خلاص الحاجة استابلش ريفلكس ديزيز، نمرة واحد تقول تعالى انت مش نافع اللي انت ماشي بيه، غير اللايف ستايل ده اللي هو ايه؟ اكتر حاجتين البني ادم بيمارسهم في حياته الدايت والفيزيكال اكتيفيتي. موديفاي الاثنين دول مش نافع كده. يعني ايه الدايت؟ سجاير لا، كحول لا، فلفل لا، سمري ماتيريال لا، خل والليمون والبرتقال والعصاير، قهوه لا، بن لا، جميع انواعه. ليه؟ كل ده بيفتح القلب ويعمل ريفلكس. لا 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 نبت ريستريكشنز، كل المزاج وقفه خلاص. طيب وبالنسبه للاكسرسايز السيدنتري لايف فعلا انها بتعمل ريلاكسيشن في السفنكتر. الناس لما بيعملوا رياضه احسن. ايه كمان؟ النوم، ما تاكلش وتنام، لان الاكل بيفتح الكارديو ويزود الحمض فالريفلكس يزيد. فما تاكلش وتنام لمده قد ايه يا دكتور؟ اتليست ساعتين ثلاثه. ده مهم قوي. ما تلبسش حزام ضيق، يا اخي وسع الحزام شويه لانه بيرفع الابدومينال بريشر. تايت كلوز. لدرجه ان بمعنى لما تنام ارفع السرير 15 درجه راس السرير. مراتي نايمه جنب بلح بلح بقى، ما هي بقى جوزي عنده ريفلكس ليه؟ المهم يبقى ده اللايف ستايل موديفيكيشن. هل دي كافيه؟ هي بتساعد لكن مش كافيه، لازم ندي درامز. ايه درامز؟ قبل ما انسى، كل انواع الاكل ريفلكسوجينيك اكسبت نوع واحد بس. ايه الحاجه الوحيده اللي تزود الطول بتاع الكارديو ما تقللوش؟ كل حاجه فكر فيها بتفتح الكارديو. اللي نوع واحد بروتينز. بروتينز هي دي اللي بتمسك التون. اوكي الاكل فيها بروتين ريفلكس قلال. واكل بقى مثبت على ملفت على محشي على صلصه على ستارش على فات، شارب فنجان القهوه، شارب بيبسي، كل اللي انت عايزه ده، اللي هو المومنت بقى والمزاج والكلام اللي انتوا بتشربوه ده وانا بشربه طبعا. كله ريفلكسوجينيك اكسبت بروتينز. فخد بالك انه الاكل بتاعك يبقى بعيد عن الحاجات الريفلكسوجينيك وما تاكلش الاثنين. ما تلبسش تايت كلوز، كل ده جميل بس ده ما
مش اساسي، الاساسي هي جوبز. خلي الشركات تشتغل. مين تاني؟ هندي ايه في الجوبز؟ حاجتين، بروكايوتيك وبي بي ارز. بروكايوتيك وبي بي ارز. البروكايوتيك ممكن تزود تنشط الاستروجين والستاتس خلاص، وانهبيتوري تو ذا سفينكتر. الفكره كلها ان انا ازود الكليرنس اوف ذا اسوفاجس، لان اكتشفنا ما دام الجرد از كونتينيوس كونتا ان المشكله كمان في البودي، كتير قوي في مشاكل في البودي ومش قادر يزق. فلما بندي البروكينيتكس بتحسن الاستروجين انتينج، بتحسن الجاستريك انتينج، لان عنده بيبقى عنده جاستروباريسيس فتزود الريفلوكس، فبتحسن الاستروفاجو جاستريك انتينج. فلما الترانزيت بتاع الاكل يمشي بسرعه نقلل الافكت بتاعه. فالبروكينيتكس ار اسينشال. مشكلة البروكينيتكس انهم كاريزموجينيك، محدش يقدر ياخد بروكينيتكس على طول. اسبوعين ونقف، لازم البروكينيتكس اسبوعين ونقف والا كاريزموجينيك. تفتكروا بيل كلينتون رئيس امريكا السابق او الاسبق عمل ميديكال ايمرجنسي في البيت الابيض من حوالي 15 سنه، الراجل بيموت. ماله؟ بيموت. ماله؟ فيري ايرنجر كاريزما. ماله؟ كان واخد كورس بروكينيتك، كان عشان كان عنده الفلكس ونام، جاله سيفير كاريزما، شخص هارد اتاك، راح طلع كان واخد كورس بروكينيتك. نمره 2 بي بي ايز. انت مش عارف تعالج الريفلكس؟ طيب خلي الريفلكس مانكوستك، خلي الريفلكس مانكوستك، هاي ريفلكس بس على بي اتش 6، ما يخصنيش، ما يأذينيش. فالبي بي ايز بتعمل اسيد سبريشن. برضه البي بي ايز ما ينفعش تتاخد على طول ويكس، ولازم توقف مشاكلها كتير دي، مينراليزيشن وكيدني افكشن ومش عارف الجسترين بيزيد ويحصل ارجنتين، كلام كتير. لازم الدرجز مشكلتها انها لازم ليميتد بيريد اوف ابلكيشن، ما تقدرش تديها فول ويت. واوعى حد في قرايبكم ولا فيكم يشتغل على الميكس من كنترول كده زي ما يكون بيقزقز الهرمون. اوعى البي بي ايز مشاكلها كتير. ويا سلام لو بياخد روبيتو بريل، بياخد لابكس او بياخد انتي كواجلانس بتنترفير مع الاكشن. بصوا البي بي ايز السايد افكتس كتيره جدا، ما تديش بي بي اي اكتر من شهرين كونتينوس، ما تديش بروكينيتكس اكتر من اسبوعين كونتينوس خلاص. طب اديت لايف ستايل موديفيكيشن واديت دارس في المايند كيسز يوجولي الدنيا بتمشي كويس. في السيفير كيسز والمالتيبل ريكارنسز لازم، اذا كان معايا اسوشيتد لارج هيرنيا لازم اعمل. طب هنعمل عمليه اسمها ايه؟ عالج الرفلكس فاندو بلانتيشن. طب ولو معاك هيئه السيرميا وتش از كومن اسيستيشن، عالج الهيئه السيرميا. يبقى الاربع ستيبس بتوعنا ايه؟ الاربع ستيبس ريفيوز الكونتكس، اكسايز ذا سيك، ريبير ذا ديفكت، واعمل انتي رفلكس فاندو بلانتيشن. يعني عالج الهيرميا، عالج الرفلكس، عالج الهيرميا ازاي؟ ريفيوز الكونتكس، اكسايز الهيرميا ازاي؟ ريبير ذا ديفكت، انتي ريفلكس ميكانيزم، ليسن فاندو بلانتيشن. اربع ستيبس. ايه الانديكيشنز بتوعهم؟ واحد لارج هيرنيا اكتر من 4 سم مايجريشن ابر، سيفير ديجري اوف اسوفاجايتس يعني ستيج 4 اند 5، او فيلد ميديكال تريتمنت في 1 و2 و3 خلاص. يبقى الانديكيشنز اوف سيرجي، واحد لارج هيرنيا اكتر من 4 سم فيرتيكال مايجريشن. نمرة 2 سيفير ريفلكس يعني جريد 4 اند 5. نمرة 3 فين ميديكال في 1 و2 كده خلاص كده اتفهمت؟ حتة صغننة كده على الماشي. لو عيان عنده، لو عيان عنده دخلنا في الديسبليزي مش الميتابليزي، في ديسبلاستيك تشينج نيوكليار بقى تشينج، وابتدينا نخش على ال الستيب اللي بعديها خطوه صغننه نخش في المالينس ديسبليزي. والله لو ماين ديسبليزي العلاج بس علاج الجلد. ميجر ديسبليزي معناها انه سبيد ديسبليزي ده تعال تعال مات. في مشكله في
لو العيان عنده ميجور ديسبليزيا هنعمل ايه؟ دي خطر، دي هتقلب بالمنة، لازم نتعامل معاها. نعمل ايه؟ بالمنظار ممكن اعمل يا ابليجن يا اندوسكوبيك ميكوزال ريسكشن الحته اللي فيها ديسبليزيا. ابليجن بكرايو او بريديو فلويدز الحته اللي فيها ديسبليزيا، وتعمل فول اب كل 6 اشهر لسنه لحسن يحصل. يبقى السيفير ديسبليزيا تساوي اندوسكوبيك مانجمنت اند بوست اندوسكوبيك مانجمنت فولو اب افري 6 تو 12 مانث لحسن يحصل. ايه الاندوسكوبيك مانجمنت؟ يا اما تعمل ابليجن بريديو فريكونسي او كراي، او تعمل ريسكشن بالمنظار، ده اسمه اندوسكوبيك ميكوزا ريسكشن الحته اللي فيها الاندوسكوبيك. يعني طب وايه فايده السيرفيلنس؟ ايه فايده الفولو اب؟ لحسن يطلع مالجنا فوكس صغننه. طب هتعمل ايه في المالجنا فوكس الصغننه؟ لو فعلا صغننه انا بيفرق معايا الكلام ده، هتكلم عليه بالتفصيل في درس الكنسة المصابة، بس على حسب الدبسة الانجليش اتصرف معاها السيرف. على حسب السيرف يا ولاد، انا عندي تي 1 اللي بتتقسم تي 1 ايه وتي 1 بي، وعندي تي 2. تي 2 دي واخده المصري، تي 1 دي كومبليتلي انتر ابيثيليال انتر ميكوزال، تي 1 بي دي وصلت للسب ميكوزال. يبقى انا عندي احتمال من ثلاثه، لو تي 1 اي يعني جوه الابيثيليال بس والاسبكت الميكوزال عملها معامله الاسبريسيا اندوسكوبيك ميكوزال ريسبشن كافي جدا. طب لو دخلنا على السب ميكوزال لا تاني، السب ميكوزال از ريتش ان فاسكولار بلكسس الفيروس والانفكت، فلقينا ان اللي بيوصل للسب ميكوزال حوالي 30% منهم معهم اوريجنز. لو دخلت على السب ميكوزا لا، السب ميكوزا ريسكشن مش كفايه، ده انت معاك انفلونس. السب ميكوزا ريسكشن يبقى الحل ايه؟ جراحه بص بجيك بدل ما تستخدمها، يعني نشيل الاقصاد بس والدرين. دخلنا بقى في المصر، ده خلاص بقى ده عيان ادفانس، ونعمل له بري اوبراتيف ناتشورال ثيرابي فولد باي ادفانس. يبقى انا اللي بيحدد المانجمنت في الاسوفرس، وهنتكلم زي ما قلنا بالتفصيل في الكاسه الاسوفرس، اللي بيحدد المانجمنت اللي تي 1 اي ولا بي ولا تي 2. تي 1 اي بيورلي انتر كوزل اندوسكوبيك كوزل ريسيشن، وصلنا للسب كوزل عند تي 1 بي العلاج از راديكال استراتيجي على طول من غير ما تفكر. طب ولو تو تي 2 دخلنا على الفاصل لا، ده لوكا الانفيزي تدي ليه اجمنت الاول وبعدين تعمل راديكال بروسيجر. دول الثلاثه مدارك السيناريو. سيرفيلانس از اكستريملي امبورتنت في الحالات دي. عشان اخلص الدرس بتاع الريفلكس، في حاجه جديده بس لسه مش ابروفد لكل الميديكال سوسايتيز اسمها الليمس. الليمس دي عباره عن ديفايس عامل زي السبحه كده، بس كل زرار من دول ماجنت، فانت لو سايبها المجنت لازق في بعض. خلاص؟ بتركبها للعيان حوالين اللي هو السوفت. طب المجنت المجنت في البيت تكون قافله. طب لما بتيجي تاكل بتكون فاتحه. طب وسط الاكل والبلع عادل بتروح قافله. فهي انتي ريفلكسي. هي حاجه اكسبيرمنتال ولسه مش مكتوب ان انا ده في الميلاتيز ده بجيب من البانكريفلانس سوشيال. نختم بقى الجارد والهيبتس هرمون. بجارد تايب 1 هيبتس هرمون يا حبيبي، ده زي الراجل ومراته انسيبرابل.
الريفلكس يعني ايه؟ بس هرني ولا بس هرني يعني ريفلكس. Symptom of reflux disease undergone endoscopic evaluation والبيوبسي طلعت high grade dysplasia بارد. احنا بنتعامل مع reflux high grade dysplasia يعني ايه؟ grade 5 خلاص ده displaced grade 5 of subjects. ها هنتصرف ازاي؟ ايه appropriate treatment؟ يعني انا هدي لك treatment options مش بالضرورة تبقى غلط بس انت نقي لي ده best option. هاي جريد ديسبلازيا فعن ريفلكس هنعمل انتي ريفلكس تريتمنت وبس. طب الحته الديسبلاستيك اسيبها في العيان يبقى ده مش ادب ده incomplete management. ماشي بس بشكل لا انا مرات مش زي الدكتور قال عليها الثاني اقوم افكرها عشان اقعد في الباب. لا لا هيليكوباكتر بايلوراي انتي مايكروبيال ثيرابي يا عم اللي جنبي اللي جنبي كانسر و
والكانسر ده يعني انا شايف ان الساعه كده بقاله ساعتين وزاد فعلا. ناخد الكانسر ونتكلم على الاستومك ان شاء الله المره الجايه. السلام عليكم.